يعني في استراكشر في الاخر اللي هو بتاع الشورت ستكشر والمايكرو كيفالي ده اللي ممكن يجي. اللي بينزل كتير جدا جدا الام اس كيو. هو اغلبه ام اس كيو وفيديو فتبقوا عارفين ترتيب تركيبه برضه في الاخر. في العملي بيعرض لكم فيديو بيوريه وانت بتكتبي عليه اللي انت شايفاه ده ولد مثلا ده السيتنج ده الكرولنج ده مش عارف ايه وبيسالك عليه سؤال الولد ده يقدر يعمل كذا او ما يقدرش اكوردنج للترتيب بتاعك. انت عندك فيديوز نيورو وريسبيراتوري وجروث وديفلوبمنت دول اكتر حاجات وطبعا النيوناتولوجي بس النيوناتولوجي ده لوحده بتمتحن في امتحان لوحده مستقل. هو نفس الفيديو ايه؟ هو الفيديو هو بس ده ستاندرد ده ستاندرد ممكن يزود السنه دي 3 4 باعتبار ان هم عاوزين يدخلوا حاجات جديده ودي سهله لان ده كده ده كوريكولم منهج بتاعك اساسا فده ما فيهوش لف ودوران يعني مجرد ما بتشوف بس اول نص ثانيه فيه خلاص انت عارف ان هو ده بتاعك ما هوش صعب. دي من الحاجات السهله اللي بتلم منها درجات مش من الحاجات الصعبه. وكده في صالح عمر فصل الأول عشان يبدأ يشتغل.
التحقيقات بتاعت المشروع بتاعنا. لا كل شيء غير دي كده مش ليه. انا بصور من هنا يعني خلاص كنا كده عملنا شغال كله بس صلاة كويس ده اه والله زي كده انا لحد بقى ما البتاع ده يشتغل مش فارقه كده كده شكله مش بنوريه مره ثانيه. هو حد عارف ايه معنى كلمه جراف وايه معنى كلمه ديفلوبمنت؟ لان في الاورال كده بتقعد كده مبسوط وبتاع وبعدين يقول لك هو يعني ايه جراف؟ ديفينيشن ويعني ايه ديفلوبمنت؟ يعني ده بيرمز لايه وده بيرمز لايه؟ كلمه جراف هترد تقول ده سايز سايز حجم عيل كان صغير كده بقى كبير وزن طول محيط راس فهو زياده في السايز بيسموه بالعربي نمو. النمو ده يعني انا عندي مثلا زرعه صغيره او شجره صغيره وبدات تكبر فده نمو هو زياده في السايز والدايمنشن. يعني انا عندي حد بيزيد في الحجم بتاعه وزنه طوله محيط راسه الانسان قدامي بيتضخم فده اسمه نمو. انما السكيلز بقى هي ديفلوبمنت. ديفلوبمنت معناها سكيلز هي كلمه واحده سايز وسكيلز اس واس دي سكيلز يعني مهارات. الطفل ما كانش بيتكلم بقى بيتكلم ما كانش بيضحك معايا وبيلعبني بقى بيلعبني فخلاص انا ما عنديش مشكله معاه دي اسمها سكيلز. ده بتعتمد مين اغلبها على مين على السي ان اس اللي هو الديفلوبمنت والماتوريشن بتاع السي ان اس. ده رد عليه وده رد دبلوماسي جدا مش هزعل حد. ده نمو وده تطور ده سايز وده سكيلز من غير بقى نقعد نخبط في بعض كتير. طبعا احنا عندنا الاولاني ده بيعتمد مين على حاجتين اللي هو الجراس على النيوتريشن والهرمون نيوتريشن وهرمون. انما الثاني بيعتمد على السي ان اس ماتوريشن مش قصه بقى نيوتريشن ولا هرمون ده سي ان اس. سي ان اس كويس خلاص انتهى الموضوع. السي ان اس فيه مشكله مهما كان العيان بياخد نيوتريشن او عنده هرمون فيه بالانس وكل حاجه برضه هيبقى افكت. اللي بعده هيسالك تعرف ايه عن الستيجز بتاعت الموضوع ده اللي هو الستيجز اللي بيعدي فيها الطفل كجروث وكديفلوبمنت وايه الكاركتر بتاعه عمليه الجروث وعمليه الديفلوبمنت. لو انا بتكلم على الجروث ستيج وسالتك هو الطفل بيعدي في كام مرحله؟ بيعدي في مرحلتين، مرحله قبل الولاده بيسموها بري نيتال ستيج اللي هو لسه جوه بطن مامته. والبنات تبقى واخده بالها من الكلام ده عشان انتوا اللي هتبقوا مسؤولين يعني بينكم وبين نفسكم بعد كده عن حياتكم. المرحله الاولى دي خطيره جدا اللي هي اسمها امبريونيك ستيج اللي هي اول 8 اسابيع جوه الرحم.
الشهرين الاولانيين من الحمل دول اللي احنا بنقول عليهم جزء من الفيرست ترايمستر، دول خطيرين ليه؟ لان لو حد بياخد دواء ومش واخد باله، بقى رايح يعمل اشعه كتير وبيعيد على حاجه، بس عنده كسر لا قدر الله في حاجه، او بيتابع في حاجه، او عنده مشكله في اي غده وبيعمل سكان، دي تراتوجينيك. يعني ايه تراتوجينيك؟ يعني الطفل اللي جوه ده هيصاب بمالفورميشن في اول 8 اسابيع، فتره الفيتال ستيج والامبريونيك ستيج. امبريونيك اسمها الثاني، اسمها اورجانو جينيسيس. الاورجانو جينيسيس يعني ايه؟ يعني بيتكون فيها الاورجانز بتاعتنا، البرين، الليفر، الهارت، كل حاجه بتبدا تتكون في الثمان اسابيع دول. عشان كده الريسك اوف تراتوجينيسيتي عالي جدا، فانا باخد بالي من الجزء ده. الفتره اللي بعدها اللي هي فيتال، اللي هي هتبدا من 8 اسابيع لحد 40 اسبوع، ودي مرحلتين، واحده من 8 ل 24 اسبوع، والثانيه بعد ال 24 اسبوع بتكمل لحد ال 40. الطفل بينزل عند 37 او 40 اسبوع بيسموه فول تيرم. فول تيرم ده يعني كامل، انما قبل 37 اسبوع هناخده في النيونات اسمه بريتر. فتره الفيتال ستيج ما فيهاش ريسك عالي اوف تراتوجينيست زي الاولانيه، او ان يحصل فيها مال فورميشن. امال ايه اللي يحصل لو انا عرضت الطفل لمثلا دراجز، او الانفكشن، او التروما، او التيومر؟ او اي حاجه من الكلام ده، طبعا هتقول له ممكن يحصل في العيل ده ابورشن، ينزل خالص، يقع ما يكملش، او يحصل حاجه اسمها انتريوترين جروس ريتاردش، ان العيل يقعد ريتارد جوه الرحم. بيشاور برضه عليه عمو ده نفس مثلا ماركتات يجيب لي فايش. بص، الجزء بتاع الفيتال والامبريونيك ده مهم عشان الناس تبقى فاهمه. بس الامبريونيك والفيتال انا بتكلم على طفل معرض ان يبقى في ريسك اوف مالفورميشن ولا لا. كل اللي هتفهمه ان اول 8 اسابيع امبريونيك دول فيهم ريسك اوف مالفورميشن، من بعد كده الطفل يا ينزل خالص ما يكملش، ده اسمه ابورش، ممكن يموت جوه الرحم، ممكن ينزل بدري، او ينزل صغير، بيسموه انترا يوتراين جروس ريتارديشن، يعني يقعد على قد ما يقعد. ده غير البريترم يا دكاتره. البريترم انا بوصفه ماليش دعوه بحجمه، انا بوصفه ليه دعوه بمده، قعد مده قد ايه، اسمه حتى لو نزل ضخم قد كده هو اسمه بريترم ما دام نزل بدري. انما الانترا يوتراين جروس ريتارديشن ده ولد نازل حتى ممكن يقعد المده كلها ويزيد عليها وينزل لك صغير. فالانترا يوتراين جروس ريتارديشن احنا بنصف حجم، انما البريترم احنا بنصف مده. ده اللي انا كاتبه اللي هو الريسك فاكتورز اللي بتاثر عليها على الحاجات اللي هي البرينيتال، ودول المرحلتين الاولانيين اسمهم امبريونيك وفيتر. المرحلتين اللي بعد المرحله اللي بعدها بقى البوست نيتال، ده اللي احنا بنشتغل بيه بقى في المستشفى. تدخل امتحان طفل صغير لسه اقل من شهر بيسموه نيوبورن. كلمه نيو اللي هو جديد، نيوبورن اللي هو حديث الولاده، 28 يوم ده اللي هو اسمه نيوبورن. ده طفل مولود قبل 28 يوم اللي هم الفور ويكس، الاربع اسابيع الشهري. وده سؤال كان جه مره قبل كده في الام اس كيو، النيوبورن هو ايه؟ هو طفل مولود في الرقم او سنه في الرقم اللي هو 28 يوم الاولانيين. اي طفل لسه ما كملش شهر بيسموه نيوبورن. طب زاد عن الشهر، وصل من المده دي لحد 2 يير، ده اسمه انفانت. وانتوا لما بتدخلوا بتتكلموا كده، لو الطفل بتاعك في الامتحان سنه في السنتين الاولانيين بقول له انفنت، طب اكتر من سنتين بيبقى اسمه تشايلد. دي مصطلحات مهمه عشان كلامك لما بتيجي تصف حد خلاص هو حسب سنه. لو هو في السنتين الاولانيين انفنت، لو هو من سنتين لحد 12 سنه ده اسمه تشايلد. طبعا بيقسموهم مرحلتين، من 2 ل 6 وبعدين من 7 ل 12. ال 2 ل 6 ده بيقول عليه البري سكول ايدج، اللي هو الطفل قبل المدرسه، بري سكول. طب دخل بعد الست سنين، دخل في السبعه والثمانيه والتسعه والعشر لحد 12، بيبقى اسمه سكول ايج. اللي بعدهم على طول اللي هو البيوبرتال، اللي هو مرحله البلوغ، ودي طبعا المفروض من 12 لحد 20. اسالك سؤال بقى بالراحه كده، هو ايه اكتر مرحله في حياتك دي البري اللي هم اثنين امبريونيك وفيتال، ايه اكتر مرحله فيها جروس ريت في حياتنا كلها في المرحلتين دول بري وبوست؟ بص عليهم كده فكر. اكتر ما حاجه فيها جروس سايز بوست نيتال، طب هتختار ايه فيهم؟ خد بالك احنا بنتكلم على ريليشن، حجم كان قد ايه بقى قد ايه، وسايز وكل حاجه.
لا التشايلد من 2 to 12. سألت السؤال بالمعلوم، السؤال بالمعلوم، هو الناس اللي قاعده قدامي طولها كام مثلا؟ متوسط طولها كام؟ 165. يعني الفيميلز من 100 مثلا و60 ل 170 175 200 مترين ونص ماشي. انت جوه الرحم بس زدت 50 سنتي في المرحله دي، 50 سنتي يعني نص متر، دي قد ايه من طولك كله؟ بتلت. احسبها كده بالراحه، الطفل الصغير بينزل نص متر، نص متر دول جابهم في قد ايه؟ جابهم في 6 7 شهور. انت هتقعد عمرك كله تعمل ايه؟ تزيد متر واحد بس. يبقى انا لما اجي احسبها كده هقول لحضرتك ان اعلى فتره في النمو هي الفيتال ستيج، دي تمثل 30% من الادلت هايت لوحدها كده، ودي فتره فيها الجروث ريت بتاعها سريع. طب دي بتعتمد على ايه تفتكر؟ بتعتمد على ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يدمر العيل في الفتره دي؟ البلاسينتا اللي بتديله هي مصدر كل حاجه، ومامته ممكن الهرمونز من اللي جوه الرحم بيبقى انسولين مثلا. طيب لو انا بعد الولاده اختار ايه؟ ايه رايكم؟ النيوتريشن. مين اللي بيعتمد فيه على النيوتريشن في فتره ايه؟ هو ليه؟ الفترة الأولانية دي لما أقول لك أرقامها دلوقتي، البيرث ويت، البيرث ويت بتاع الطفل بيبقى دبلد عند 4 شهور وتريبلد عند 12 سنة، يعني أنت في السنة الأولى بس وزن الطفل بيزيد كم مرة؟ 3 مرات، وطوله بيزيد في أول 4 سنين مراية، يعني ال 50 اللي إحنا نازلين بيهم دول هيبقوا متر عند 4 سنين، يبقى أنا استفدت من كده إن الفترة الأولانية الجروث ريت بتاعها إيه؟ برضه عالي، بعد كده إحنا بنمشي بس بنمشي بالراحة، مش بنفس السرعة. يعني انا الاول بدري بسرعه جدا بحقق ارقام كبيره وبعد كده بهدى خلاص. واعلى فتره بينمو فيها المخ برضه في حياتك كلها في الفيرست اير، اللي هي الفتره اللي احنا مسمينها مين؟ انفانسي. فتره الانفانسي مهم جدا جدا فيها النيوتريشنال فاكتور، الطفل ده بيرضع كويس، بياكل كويس، الدنيا عامله معاه ازاي. طبعا لما نيجي نتكلم على الفترات الاخيره دي هرمونز مينلي. يعني ايه هرمونز مينلي؟ فتره التشايلد والبيوبرتال دي انت بتعتمد فيها على الجروث هرمون والثيرويد هرمون، وبالذات مرحلة البيوبرتي دي تقريبا اغلبها كلها قايمة على الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون والكلام ده. فخلاصة القول احنا نبقى عارفين في مرحلتين مهمين جدا في الجروث ريت، هي الفيتال والانفانتايل ستيج. الفيتال ستيج جوه الرحم احنا بنزيد في الطول تلت اللي زدناه في عمرنا كله. فدي تساوي تلت النمو بتاعي في حياتي كلها. بنزل 50 بنهي الموضوع على متر ونص لحد مترين، يعني انا كده ما رحتش بعيد. احنا بنتكلم من ربع لتلت الكمية. وبعدين مرحله الانفانسي طبعا اللي الطفل فيها بيزيد في الجروث ريت بسرعه جدا، من عيل صغير قاعد ما بيتحركش لطفل بيجري وبيكبر، ما كانش بيعرف يتكلم بقى بيتكلم، ما بيعرفش يعمل اي حاجه تقريبا بقى بيعرف يعمل كل حاجه. هو انت بعد سنتين بتكتسب ايه اكتر من ان انت بتتكلم وبتضحك وبتانتر اكت؟ حالات بسيطه جدا جدا، هو نفس الكلام بس بيبقى ماتيور شويه، بيبقى البرين احسن حاجه. المراحل العمريه دي ليها ريسك فاكتور بيأثر عليها، اللي هو طبعا قلنا اغلبه انترايوتراين في فتره محدده وهي الامبريونيك ستيج اللي هم اول 8 اسابيع، بينتج عنها مال فورميشن. خلاص تبقى عارف البقين اللي مالهمش لازمه دول. طيب ايه الكاركتر بتاع عمليه الجروث والديفلوبمنت؟ هم 3 كلمات. الجروث والديفلوبمنت لازم يكون عندهم 3 كرايتيريا، انها تبقى كونتينوس ما توقفش. بتبدا من ساعه ما يحصل فيرتلايزيشن لحد ما الانسان يموت، وهو كل يوم في جروث وفي ديفلوبمنت فيه. جروث في سايز بتاع خلايا، انتستن بتقع بتطلع تاني، شعر بيقع بيطلع تاني، ريجنريشن على طول، ده جروث. ديفلوبمنت يعني الانسان كل يوم بيكتسب خبره وبيكتسب سكيل ما كانش بيعرف حاجه بقى بيعرفها، ما كانش متعلم حاجه معينه اتعلمها، كل ده جروث وديفلوبمنت. فهي عمليه كونتينوس وعمليه نوت يونيفورم اتول. يعني ايه نوت يونيفورم؟ مش ماشي مع بعض، انا دماغي ما بتزيدش في نفس الوقت اللي بتزيد في ايدي، ولا بنفس الريت ولا بنفس الباتر. يعني تلاقوا الطفل الصغير مثلا السنه الاولى دماغه تزيد 12 سم وعمره كله بالكامل يزيد 6 سم بس. يبقى لما اجي اوزع هلاقيه يونيفورم خالص، لا في الريت ولا في البتر. البنت بتسبق الولد، تجري شويه وبعدين تهدى وبعدين الولد يبدا ايه يتاخر شويه وبعدين يزيد، فهو مش ثابت. يبقى هو كونتينوس نوت يونيفورم. واهم كلمه فيه ان هو فاريبل، في وايد رينج اوف فاريشن. انتوا عارفين الوايد رينج اوف فاريشن ده اللي خلى اطباء الاطفال يتعاملوا بحاجه اسمها جروس تشارت او جروس كيرف. لما نيجي نسالك ليه عملوا منحنيات النمو بتاعت الاطفال، عشان كلمه واحده، عشان الاطفال في نفس العمر عندهم وايد رينج اوف فاريشن. وضربنا مثال بينا،
احنا كلنا في سنه 5 ماشي نفس الايدج، بس كلنا فاريبل في كل حاجه، في الطول في الوزن في شكل الجسم في حاجات كتير، وكلنا في الاخر نورمال. فهيتقال ان احنا بما اننا نورمال وفي فاريشن كبير، يبقى انا لازم احط فيرس تشارت يحكم احنا فعلا كويسين ولا عندنا مشاكل. خلاص يبقى هي عمليه كونتينوس نوت يونيفورم ووايد رينج اوف فاريشن ما بين النورمال انديفيديو. برضو كلام صح. نيجي بقى نتكلم على الاسبكت. عاوزك تتعلم الاسبكت والفاكتورز، ايه الفاكتورز اللي ممكن تاثر على نمو الطفل، وايه هي الاسبكتس بتاعه النمو اللي هم الفيزيكال والمنتال والموتور والكلام ده كله. لما تبص لدكاتره على السؤال ده، السؤال ده بيجي نظري فاكتورز افكتنج جروث اند ديفلوبمنت. وخدوا بالكم نفس السؤال ده اهو، هو لو اتزنقت وما عندكش وقت وضربت لخمه في الامتحان ما كنتش قريب، هو اسباب الشورت ستيتش بالظبط. هتقعد تقلب في الموضوعين ساعتين ثلاثه، هتلاقي ان 90% من اللي مكتوب هنا هو اللي مكتوب هنا. فعشان نعلم الطالب ازاي يخرج من الورطه دي، فاكتورز افكتنج جروث اند ديفلوبمنت، لو انا حطيت لك لسته حاجات كده وقول لي رايك فيهم ايه. مثلا بدانا ب الريس، وبعدين السكس، ده واحد، وبعدين فاميليا اللي هو بيقول عليه جينيتيك يعني الوراثه، وبعدين النيوتريشن، كورونيك إلنس، ومعاه انفكشن، كروموزوم، اندوكراين، سايكولوجي، ودراجز، واللو بيرث ويت. بص كده لسته الحاجات دي كده وانا قاعد بالراحه. لو انا بسالك هو ايه اللي بيأثر على النمو بتاع الانسان، يفرق معاك الريس بتاعه ولا لا؟ يفرق معاك السكس بولد ولا بنت ولا لا؟ الفاميليا الستيتس بتاعته، عيلته عامله ازاي؟ بابا ومامته طولهم قد ايه؟ حجم جسمهم قد ايه؟ قرايبه عاملين ازاي؟ العيله دي ومواصفاتها ايه؟ اللي بياكل قد ايه وما بياكلش؟ مستوى المعيشه بتاعه، السوشيو ايكونوميك فاكتور، نيوتريشن ممكن نحط معاه السوشيو ايكونوميك فاكتور، مثلا عندهم فلوس يقدر يروح يكشف، عايش في جو عامل ازاي؟ قاعدين في اوضه واحده ولا اوض كتير فيها هواء؟ الكلام ده كله بيفرق اكيد في الطفل. في ريسك اوف كرونيك انس ولا لا؟ كروموزومال ديس اوردر ولا لا؟ حاجات اندوكراين، حاجات سايكولوجيكال، دراجز، ديفينتلي هيفرق. بمعنى لما نيجي نقول الريس، هتيجي تدخل كده في اي دوله تلاقي مثلا اليابان والصين وكوريا والحتت دي نوعيه الناس، وبعدين تروح لافف وشك رايح ايطاليا مثلا ورايح الدول دي تلاقي نوعيه الناس اختلفت في ايه؟ في البودي بيلد. كل حته ليها الطول، ليها الشكل المعين بتاعها. يبقى في ريشال ديفرنس ولا مفيش؟ ديفينتلي فيه. الريس مهم جدا جدا. عندنا مثلا هنا في القاره اللي احنا فيه تلاقي مصر والمغرب وتونس شبه بعض شويه في الاحجام، افريقيا والحاجات دي اكبر واقوى، كل حد ليه شكل حسب المكان بتاعه. اثنين، السكس، البنت في الفتره الاولى من حياتها الجروس ريت بتاعها سريع جدا. الجروس ريت بتاع البنت سريع جدا، وبعدين بيقف ليه؟ لان عيب الهرمونز بتاعت الفيميل انها بتزود الجروس في الاول، فتديك امبريشن ان في طول في مرحله التشايلد هود. بس بتنهي الموضوع ده ليه؟ لانها بتعمل كلوجر في الايديفيسس، فتلاقي البنت زادت قوي وهي تشايلد وبعدين راحت واقفه مره واحده. الولد عشان ما عندوش القصه دي او لسه ما بتبداش غير متاخر قوي، فبياخد فرصه اكبر للطول، فتلاقي البنت بتسبق الولد في الاول، وبعد كده هو حتى في البيوبرتال ستيج هي تبدا بيوبرتي قبله. سلام الله عليكم. الجينيتك والفاميليال فاكتور ده يعني ايه؟ يعني لو بصينا لاي حد فينا هو باباه ومامته واخواته في جزء كبير منهم بالمنظر ده. في ناس حتى بتتصور مع تحس ان هي نفسها هي مامتها هي واقفه جنبها كده، هم حاجه واحده. فلازم الواحد ينهرت الهايت والبودي فريم وكل حاجه من الاسره اللي هو جاي منها، وهيجيب منين؟ هو ده الزرعه اللي هو طالع منها. هي شجره التفاح بتطلع تفاح مثلا، مش هتطلع مانجا يعني اكيد يعني. خلاص؟ فهو الجينيتك فاكتور. رقم ثلاثه نيوتريشن. الناس اللي هي عندها بور نيوتريشن ما بتاكلش اكيد هتبقى اندر ويت. واللي هيقعد ياكل اوفر نيوتريشن اكيد هيحصل له اوبيزيتي. فالنيوتريشن بتاثر، ديفينتلي بتاثر، ما اقدرش اقول لا. طيب ايه رايك في الكورونيك الناس؟ واحد عنده ليفر فيلير، رينال فيلير، كورونيك هيموليتيك انيميا، مال ابزوربشن، او حتى كورونيك انفكشن زي التي بي. واحد عنده بلاريزيزس فتره طويله، كل دي ريسك فاكتور ممكن تاثر على الجروس وعلى الديفلوبمنت. يبقى الكورونيك الناس مهمه، كورونيك انفكشنز مهمه، بتافكت الجروس والديفلوبمنت. مريض الكلى ده يا جماعه لو شفتوه رينال فيلير عنده 10 سنين وقد كده مش باين من الترابيزه دي، لان العظم بتاعهم ما بيكبرش،
مرض مرضى الكلى عندهم ديليت بون ايج عنيف جدا جدا، توكسين يا طول اليوم، توكسين زماليه الجسم. كروموزوم في لستة عيال كده اندوكراينال اخدتوها وعارفين ان هم بيبقوا قصيرين، وعيال برضو اندوكراينال وبيبقوا طوال، اللي بيأفكت الجروث والديفلوبمنت. اشهر اندوكراين ديس اوردر قصير هو الترنر ومين والداون، واشهر اندوكراين ديس اوردر طويل ما هو بيأفكت الجروث ده انا مش شرط اقلله ممكن ازوده، هو الكلاين فلتر مثلا. خلاص في امراض كروموزومال، الميوكوبولي ساكريدوزز، السكليتال ديسبليزيا، حاجات كتيره جدا جدا. خلاص حاجه اسمها راسل سيلفر اللي هو ولد قصير كده بيبقى شورت ستيتشر وعنده بيرد هيد شبه الطائر بالظبط، بيسموه حتى بيرد هيد ورفز. راسل سيلفر ده بوست جرادد، لو وشه مثلث كده تريانجولر ومناخيره بيجد كده، مناخيره عامله زي مناخير الطائر كده، هو وشه زي البيرد بالظبط. برضو مهم الاندوكراين وده اهم واحد. اما اجي اكلمك اندوكراين الفاكتور ده افكت الجروث والديفلوبمنت تغششني شويه حلوين، مين رايك اول واحد واهم واحد؟ الجروث هرمون، يا ليه ستيرويد هرمون، يا ليه الاندروجين، يا ليه الكورتيزون، كل دي حاجات مهمه جدا جدا. جاي منين دول؟ الجروث هرمون جاي من المخ، من البيتيوتري جلاند. يبقى انا ممكن العب في البيتيوتري جلاند اعمل ادينوما تزود الجروث هرمون قد كده، تلاقي الطفل كبر 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 بحاجه اسمها جايجانتيزم، او لو كان مقفل وكبير زي حالتنا كده اللي هو الاكروميجن. وممكن اقلله وناخد بالنا من حاجه عشان دي ستاندرد هنمشي عليه، الجروث هرمون لما بيقل اغلب الاوقات ما بيقلش لوحده، بيقل مع الباقيين، بيسموهم بان هايبوبيتوتيريزم، وده سندروم كبير او تيومر شهير جدا اسمه كرينيو فارنجيوم، وساعات بيقل لوحده ايزوليت. فالطفل اللي عنده نقص في الجروث هرمون لازم نتشيك فور اذر هرمونز، دي قاعده. مهم برضه الثايرويد هرمون، مين الناس اللي كان بيقل عندها ثايرويد هرمون اخدناهم؟ يا كونجنتال اللي هو الكريتينيزم، كونجنتال كريتينيزم، يا اكوايرد اللي هي البنت اللي كان عندها هاشيموتو ثايرويدايتس، دول بيقل عندهم. طبعا الجروث هرمون مهم عشان ايه؟ عشان الجروث اوف لونج بونز، وده اللي كان بيخلي مرضى الثايرويد هرمون عندهم القصر منين؟ من تحت مش من فوق، فنقول عليهم ديس بروبورشن، اللي هم مش مستقيمين مش قد بعض، مش الابر سيجمنت زي اللور سيجمنت. مهم برضو الادرينال هرمونز، الادرينال دي جايه من السوبرا رينال جلاند. اشهر ادرينال هرمونز هم اثنين، الاندروجين والكورتيزون. الاندروجين عيبه ايه؟ على فكره زياده الاندروجين، تعرف اشهر مرض في الاطفال بيزود الاندروجين مين؟ حاجه اسمها اللي هي البنت اللي هي اساسها بنت واسمها مثلا محمد، ويجي في الاخر يروح عامل عمليه ويبقى بنت، والجرايد تفضحه ومحمد اللي بقى مش عارف سعاد ويقلبوا الدنيا عليه. هو غلبان ملوش دعوه بالقصه دي، هو اساسا بنت وهو راجع لاصله، بس احنا شعب بيحب يلت كتير في الكلام. ده مرض عجيب جدا جدا اسمه كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. ده عباره عن ايه؟ الغده اللي هي السوبرا رينال جلاند بتاعتنا دي فيها انزيم ناقص بس اسمه 21 هيدروكسيليز انزيم. شوف بس ربنا عشان ما تعرف ان الدنيا مش ماشيه هبلولا كده زي ما بيقول لك، هو انزيم صغير قد كده نقص، راح جسمك ما صنعش كورتيزول خالص خالص، فنزل الاستيميليشن من فوق مش عارف يشغل الكورتيزول، بس عمال يزق في الغده فتروح مطلعه اندروجين. الاندروجين ده في ولد غير في بنت جوه الرحم، ده كونجنت. يعني ايه في ولد غير في بنت؟ يعني لما الغده بتاع العيل ده تستفز باي اس اتش جوه الرحم وهو ولد هيطلع له اندروجين، هيعمل له ايه؟ انما لما يطلع له بنت، لما تبقى بنت ويطلع اندروجين هيحولها ميل. بيحصل ايه في البنت دي؟ بيحصل ليبيا الفيوجن، الليبيا تروح عامله فيوجن تقفل تبقى شبه بالظبط السكروت، والكليتورز يبقى انلارجد زي بالظبط البينايل ستراكشر كانه بينس بالظبط. فينزل الاب يجي له طفله كده المفروض هي طفله، بس هو بيبص على الجينيتاليا لقى الليبيا فيوزد خالص والكليتورز انلارجد، ومش شكله اللي هو بينس قوي، بس هو مش يعني هو ده المنظر اللي قدامه، ده بيقول ان ده سواء يا ولد يمين يا بنت، هي مش بنت فهو خلاص ولد ومسميه ولد خلاص، مسميه باي اسم. ده اسمه ايه؟ فيراليزنج تايب، كلمه فيراليزيشن اللي هو يقلب بولادي شويه، وتلاقي في بودي هير وكل حاجه، وتفضل القصه السخيفه دي ماشيه 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 ماشيه. والادينكسا جوه ايه؟ دي ملاريان ضغط يا جماعه، ملاريان ضغط يعني الادينكسا جوه مين؟ يوترس واوفرس، ومن بره انت مين؟ ميل. ويفضل فتره تلاقي ميولو ايه بقى؟ اصله ايه؟ في ميل. هو كده يقول لك ده ساعات ده بيت، ما هو لازم نترجم كل حاجه بتحصل في حياتنا بده، لما نعجز بده بقى خلاص وربنا عاوز كده بقى مالناش دعوه، يبقى حط اي نظريه انت عاوزها. فهو الفكره ميوله ايه؟ ميوله في ميل، عاوز يلبس اللبس بتاعهم، عاوز يصاحبهم، عاوز يقعد، ما هو كده، لان هو كل واحد بيرجع لاصله. بعد فتره طبعا لما بيكتشف الكارثه دي
وحد من الدكاتره الحلوين بيبدا يقول له ساعه البيوبرتي هو حصل اصلا بيوبرتي؟ لا ما حصلش. ما هيجي منين؟ فيدور عليه يعمل له سونار بتاع يلاقي من جوه. يلاقي يقول تعالى بقى هنعمل عمليه اسمها ريكونستراكتيف سيرجري ونرجعك لاساسك. ويبدا ياخد الاسم ويلبس بقى الهدوم والدنيا تتقلب والصحافه تقلب الدنيا كانه ايه؟ ده اللي بحصل. فدي حاجه لازم تبقى فاهم. الاندروجين في الاول يكبر الدنيا. ليه؟ لانه هرمون اكتف بس بسرعه يديك تشايلد مثلا طويل وبعد شويه يبقى قصير، لان انت اديتني فرصه زيد كده وبعدين وقفتني. ففي الفتره دي كنت انا ايه؟ كنت انا كويس لان بجري بسرعه وبعدين وقفت لان الاندروجين برضه بيقفل العظم. طب الكورتيزون ده مؤذي جدا. الكورتيزون بيطلع في الجسم اندوجينس من مين؟ من السوبرارينا سندروم شهير اسمه كوشنج اللي هو اكسس ستيرويد. تلاقي العيان نفخ ورم وزاد وبقى اوبيز، ده الاستيرويد. وبيعمل لك مشكله برضه في العظم. او ان انا اديه من بره، بديه من بره العلاج مثلا ازماتك نفروتك اي حاجه من الحاجات اللي احنا بندي فيها كورتيزون، عيانين اي تي بي، اي حد اوتو اميون ديس اوردر، فبياخد اكسس ستيرويد بيبدا يافكت الجروث بتاعه. طبعا الكورتيزون بيقفل عظم العيال وبيخليهم قصيرين بالذات لو سيستميك. سيبك من الانهيليشن والتوبيكال ده، بس السيستميك ستيرويد لا بيعمل كوارث في الاطفال. ده غير طبعا المنظر وغير الايه البيبتيك الكسر والحاجات الكتير اللي بيعملها. سايكولوجيكال طبعا بيفرق. سايكولوجيكال ايه؟ الطفل يا جماعه ده مهم جدا في السايكولوجيكال ريليشن مع باباه ومامته ومع اخواته. في اهل بيعملوا نيجليكشن للعيال وده بيعمل سندروم شهير قوي اسمه ماتيرنال ديبريفيشن سندروم، وده كان قلناه قبل كده في امراض المال نيوتريشن بتاعه الكوشوركر وبتاعه المرازمس. الماتيرنال ديبريفيشن او سايكولوجيكال ريليشن دي مهمه جدا. الطفل لو انت بتدي له سايكولوجيكال ريليشن محترمه وموزونه بيبقى على الاقل في الناحيتين نموه كويس جدا وفي نفس الوقت استابيليتي سوشيال استابيليتي، بيبقى بني ادم طبيعي بيتكلم مع الناس طبيعي وعادي مش مريض نفسي زي اغلب الناس. خلاص. طبعا دراجز الاميونو سبريسف بتبهدل العيال هي والاسترويد دول ما فهمش كلام. ونيجي برضو للبيرث ويت. البيرث ويت يعني ايه؟ في لقوا استادي ان تلت العيال اللي هم اصلا مولودين لو بيرث ويت اللي هو بيبقى نازل الوزن قليل وانترا كراين جروس ريتارديشن ده بيبقى عنده افكشن بيفضل تلتهم قصير. طب والام مالهاش دعوه بالموضوع؟ يعني انت كده جبت سيره ريس وسكس وفاميليال ونيوتريشن وكرونيك النس وكروموزومال. في حاجات بتأفكت الجروس والديفلوبمنت نتيجه وجود مشاكل عند الام. يعني مثلا الام اللي عندها هايبرتنشن، الام الدايابيتك، الام اللي هي اكتف سموكر، ايه رايك في دول؟ مش ده هيأفكت الجروس؟ الام اللي بتجيب انفكشن جوه الرحم اللي عندها مين؟ طرش. يبقى الماتيرنال انفكشن والماتيرنال ديزيزز والسموكينج والهايبرتنشن والكلام ده ريسك فاكتور بيأفكت الجروس والديفلوبمنت بتاع الطفل وبقوه. طبعا الام اي مشكله بتعملها بتأفكت العيل ليه؟ بلاسنتا. لان البلاسنتا بتبوظ من الكلام ده، بيحصل بلاسنتا دامج وبلاسنتا كالسيفيكيشن وبالتالي العيل يصغر 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 جوه الرحم. تستناه ينزل 3 كيلو تلاقيه نازل لك 700 جرام قد كده. خلاص. دي اسمها فاكتورز افكتنج جروس والديفلوبمنت. وقلنا السوشيو ايكونوميك ليفل اللي هو يقدر يسكن ياكل يكشف. هو حضرتك قلت البريماتير بيفضل مثلا قصير تلت الناس ده ستادي بس ملهاش لا ملهاش طبيعي. هو اصلا الشورت ستيتشر ايه؟ ده نورمال فاري. الشورت ستيتشر ليه الناس شورت؟ 90% ولا حاجه سلاح نورمال كلها جينز. تيجي تتكلمي في الاخر جينز 90% 10% بس من القصيرين اقدر اقول لك ليه؟ عشان ده اندوكراين، عشان ده كروموزومال، عشان مريض كلى وكبد وبتاع ومال ابزورش فقصير. انما تبقى حاطه في دماغك قاعده واحده ليه اللي دماغه كبيره ليه اللي دماغه صغيره ليه القصير قصير ليه الطويل طويل جينز. وياتي في الدير خالص بعد الاكسبلانيشن. خلاص؟ لا ممكن الاثنين. الدايابيتس بتعمل حاجتين مش شرط. الدايابيتس بتعمل مايكروسوميا او ماكروسوميا حسب الستيت بتاعه البلاسنتا. اليوجوال في الدايابيتس ان هي الام عندها سكر كتير في دمها فبيعدل الطفل. ده اليوجوال فيه. لما بيعدل الطفل بيستفز ان هو يسكريت انسولين جوه الرحم. واحنا من شويه مغششينكم ان جوه الرحم كان من ضمن الفاكتورز اللي بتأفكت العيل مامته والبلاسنتا والانسولين. فالانسولين بتاع الطفل يزيد قوي. واحنا خدنا هنا في القاعده الانسولين كان ضمن الانابوليك ولا ضمن الكاتابوليك؟ انابوليك. ده الناس بتاخده في الجيم. الانسولين ده ايه؟ ده انابوليك هرمون بيضخم الجسم. فده معروف ان العيل الصغير بتاعهم بينزل قد كده.
وممكن في العكس الديابيتس كسكر وبتاع يبوظ البلاسينتا كبلاد فيسل. مش احنا قلنا ان الناس اللي عندهم سكر عادي بيجي لهم ايه في البلاد فيسل؟ انجيوباسي او فاسكولوباسي اللي هو مايكرو او ايه او ماكرو. البلاسينتا مايكرو فاسكوليتشر بتتدمر فيحصل اسكيميا في العين فينزل لك ايه؟ يبقى هي حسب الام دي بتهبل في السكر ملخبطه يعني البلاسينتا باظت. طب الدنيا ماشيه كويس وطبيعي كده كده العيل بياخد سكر كتير فتلاقيه بعد الولاده ينزل لك بترعش ابن الام دي. ليه بترعش؟ السكر وقع لان الانسولين عنده دايما ايه؟ عالي فمتعود ان السكر اللي جاي كتير. لما اتولد الحنفيه قفلت ما عادش السكر جاي فراح الانسولين الكتير ده عامل ايه في سكر البيبي؟ راح واخده ونازل فتلاقي الواد راح جاي له هايبوجلايسيميا وتشنج. يعني ابن الام اللي عندها سكر لما ينزل المفروض نعلق له ايه؟ نعلق له جلوكوز. بس ده القصه بما انها جابت سيرتها. افتكر بس الرصفه ده الله يخليكوا عشان احنا عاوزين في الاخر اما نيجي نقول لك هتلم الماده دي ازاي يبقى دماغك معايا بس ما تبقاش الدنيا فيها حوسه. ده سؤال ينفع اكتبه اسباب الشورت ستيتشر ايه اروح رصه زي ما هو كده بس تحت عنوانين بس. كل اللي هنعمله هنحط عنوانين، عنوان اسمه نورمال فاريانت او نون باثولوجيكال وعنوان اسمه باثولوجي ونروح رصينهم زي ما هم. خلاص؟ يعني هنقول هناك ايه تاني في الاسباب؟ دراجز هنقول وسايكولوجيكال هنقول اندوكراين وكرونيك النس وكروموزومال ونيوتريشن وسوشيو كرونيك وجينيتك كل حاجه هنقولها هي هي. بس اعاده تغيير في شكل السؤال. ده سؤال سهل ما فيهوش حاجه. نيجي بقى للي انا عاوز اتكلم فيه اللي هو الفيزيكال جروس والمنتال والموتور. خدوا بالكم بس من الكلام ده، هنا شويه ارقام ما لهمش نهايه ولا حصر. نحاول نعدي عليهم كده بسرعه وقول لي رايك ايه في اللي بيحصل ده. طبعا احنا مش بنحفظ الكلام ده للاسف الشديد في الشغل. وده سؤال ازلي بنساله لما احنا مش بنشتغل بالكلام ده بتحفظوه للعيال ليه؟ ما تديهم النورمال وخلاص والبيزك اللي هو العيل مولود كذا وزنه وطوله ومحيط راس وبعد كده بيزيد جراديولي واحط له تشارت. احنا لما بنشتغل على الطفل بنشتغل فيزيكال يعني جسدي ومنتال يعني عقلي وموتور يعني حركي وبعدين بيوبرتال في الاخر. دول الاربع اتجاهات اللي احنا بنمشي فيها. يعني لو جيت اسالك ايه الاسبكت اوف جروث وديفلوبمنت في العيال اتجاهات النمو يا حضرتك يا فيزيكال جسمه بيزيد ايه؟ بالراحه خالص اهو وزنه وطوله ومحيط راس وطبعا اسنان ونمو جسد ابر سيجمنت لور سيجمنت كبر العظام نفسها كل دي حاجات اسمها فيزيكال انا شايف فيزيكال متشافه. طيب منتال دي انا ما بشوفهاش انا بحسها. العيل ما كانش بيتكلم بقى بيطلع له صوت ما كانش بينتراكت بقى بينتراكت ما كانش يعرف مامته بقى بيعرفها دي اسمها منتال. بدا يركب جمل بدا يركب كلمات ده منتال. طب موتور يعني ايه؟ حركه. ما كانش بيقعد بقى بيقعد بقى بيمشي بقى بيحبي بقى بيقف بقى بيطلع سلم ينزل سلم ده يركب عجله ينط ده كل ده اسمه موتور. وطبعا بيوبرتال او سيكشوال ستيج اللي هو البنت بتدخل في الستيجز والولد نفس القصه. الحاجات بقى اللي هي الفيزيكال دي ليها اسم تاني بيسموها انثروبومتريك ميجرز. الانثروبومتريك ميجرز اللي مكتوب عندكم في برواز بالعرض ده انتوا بتتسالوه في الاورال بتقطعوا كهرباء ما اعرفش ايه اللي حصل. قول لي يا ابني الانثروبومتريك ميجرز انثروبومتريك اللي هو المقاسات مقاسات العيال تقول له طوله كذا وزنه كذا محيط راسه كذا ابر سيجمنت كذا لور سيجمنت كذا وتقعد ترص نص ساعه. اوعى عاوز كده. انثروبومتريك ميجرز اللي هي مقاسات الطفل كطول وزنه ومحيط راس. قول لي بقى النورمال تشايلد يا باشا عند الولاده الويت بتاعه قد ايه وبيزيد ازاي؟ المفروض انت بتعرف النورمال بتاع الطفل ساعه الولاده بيبقى متوسط 3 كيلو متوسط افريج. اوعى تقول لهم النورمال ويت 3 كيلو هتلاقي الناس وشها قلب وتضايق يقول لك يعني 3 الا ربع وحش يعني 3 وربع وحش ده افريج لان الطبيعي من 2.5 لحد 4 او 4 وربع مفيش مشكله خالص فيه. ده الناس كل ما هو داخل الرقمين دول من 2.5 ل 4 كيلو او 4 كيلو وربع ده تمام. احنا بناخد متوسط للاطفال في الغالب الاستاتس اللي بتتعمل 3 كيلو. ال 3 كيلو دول خلاصه الكلام عشان ما اقعدش اهد حيلك اللي بينزل في الامتحان امتى يبقوا دبل وامتى يبقوا تريبل. دبل عند 4 شهور وتريبل ده عند 12 شهر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه دبل؟ ده انا عامل لك برواز وكاتب لك الكلام ده بالتفصيل بس هقول لك بيزيدوا ازاي. طبعا 3 تبقى دبل عند 4 يعني 3 تبقى كام؟ 6 وبعدين تبقى 9 كيلو عند سنه. يعني العيل وزنه بيتضاعف 3 مرات عند سنه. ازاي بقى وصل عند سنه 9 كيلو؟ ده اللي عليك تعرفه.
ازاي العيل بص اتحرك من 3 كيلو لحد 9 كيلو عند سنة عند 12 شهر. هالسنة ليها 12 شهر. ركز معايا. هتقول له والله حضرتك ال 12 شهر دول ماشيين بمعدل مش متساوي. ازاي؟ الفيرست 4 مانث وبعدين السكند 4 مانث وبعدين اللاست 4 مانث. فهي السنة كم شهر؟ 12. هقسمهم اول 4 شهور، تاني 4 شهور، تالت 4 شهور. الشهر من واحد من عمر شهر لحد 4 شهور الطفل بيزيد 3/4 كيلو جرام كل شهر. احسب بقى كده، انت مولود قد بيرف كام؟ 3. وهتزيد كل شهر في اول 4 شهور 3/4 كيلو. لو انت زدت الشهر الاولاني 3/4 والثاني 3/4 والثالث 3/4 والرابع 3/4 كيلو، لقيتك حققت في الاخر بلس كام؟ 3. وانت اصلا كنت كام؟ 3. يعني انا اقدر اقول لك هنا ببساطه ان الولد الصغير بقى كام كيلو ساعه ما بقى عنده 4 شهور؟ بقى 6 كيلو. ازاي جاب ال 6 كيلو تاني؟ جابهم ان كل شهر كان بيزيد كام؟ كيلو الا ربع بالشهر. وده اللي بيثبت كلامنا لما قلنا الفاكتورز اللي بتقول لك هل البريست ميلك ده افكتيف ولا لا، ان هو كان بينام وبيعمل يورينيشن وستول وبيزيد في الوزن كل 10 ايام ربع كيلو. هو حضرتك ال 10 ايام لما يتكرروا 3 مرات يبقى كام الربع؟ اهو جاي 3/4 في الشهر، فهو زاد بقى 6 كيلو. يعني لو سالتك البيبي بيبقى دبل ده امتى؟ عند 4 شهور. طيب الاربع شهور اللي بعدهم بيهدى شويه، بيزيد 0.5 كيلو بير مانث. تقول لي نص في 4 بكام؟ ب2. يبقى هيزيد بلس 2. الاولاني كان بلس كام؟ 3. لما يبقى بلس 2 نلاحظ، بص ان عندي 8 شهور بقى 8 كيلو. بحاول اقرب لك المسافات لان الارقام مؤذيه لدماغ الانسان، بيقعد يتعب منها، فهو حاول نلزقها باي طريقه. عند 8 بقى 8، عند 8 بقى 8. افتكر كده، اقعد قول لنفسك كده وانت ماشي عشان نخلص. وبعد كده في اللاست 4 زاد ربع، بس ربع كيلو. طبعا مش عاوزين ننبه ان ممكن الربع تبقى 250 جرام، وممكن 500 جرام، وممكن 750 جرام بدل 3/4. انا للاسف اضطر اقول كده، من اللي انا بشوفه وانا براقب الطالب بيجي له البتاع، ساعه ما اقول له ده ربع كيلو يرجع كده كانه ايه؟ كان تايه عن باله وانت جبتها له، فمعلش انا اتعلمت في الكليه دي مفيش حاجه بعيده عن الواقع. ربع كيلو ده اللي هو بلس كام؟ 1. ملاحظ حاجه؟ ما هي مكتوبه قدامك ايه؟ الفيجن بيخلص، عينك جابت ايه؟ بلس 3 بلس 2 بلس 1. وزعهم عشور. يعني انا لما اقول لك اول 4 شهور زدت 3، اقسم كده ال 3 على 4 ب 3/4. لما اقول لك ثاني 4 شهور زدت 2، 2 على 4 بكام؟ بنص. لما اقول لك زدت 1، 1 على 4 بكام؟ بربع. ما تهدش حيلي بقى، الموضوع سهل اهو. يبقى انا زدت 3، زدت 2، زدت 1 في ايه؟ في 4 4 4. التوتال اللي انا وصلت في الاخر كام كيلو؟ 9 كيلو. وده قد ايه من وزن الطفل يا دكاتره؟ ده 3 اضعاف. عد بقى، يعني السنه الاولى الواد 9 كيلو. خلاص؟ بيحسبوها في الكتب من 9 ل 10 عشان بده رينج. كل سنه بعد كده بتزود 2. انت هتقول له ان الولد في السنه الاولى وزنه متوسطه من 9 ل 10 كيلو، وكل سنه بزود 2. يعني عندي سنتين يبقى 12. عندي 3 سنين يبقى 14. عندي 4 سنين يبقى 16. عندي 5 سنين يبقى 18. طب ما فيش معادله؟ في معادله بعد السنه الاولى تقدر تطبقها. عاوز تحسب الورق البتاع ده، تحسب الايدج بتاع الطفل بريير وتضربه في 2، يعني ضعف الايدج، وتروح جامع عليه 8 يديك وزن الطفل. هجرب لك البتاع دي. لو احنا مثلا ولد سنتين وعاوز اعرف وزنه، سنتين ده اللي هم 2 يير، احط هنا 2 واضربهم في 2 بكام؟ ب4، واجمع عليهم 8 يديني كام؟ 12. طب ولد وزنه سنه 3 سنين، هجيب الثلاثة اضربها في 2 تبقى بكام؟ ب6، واحط عليهم 8 يبقى كام؟ 14. ولد وزنه 5 سنين، 2 في 5 ب10، ومعاهم الايه؟ ال8، وهكذا. فهمت؟ طب احنا بنعمل كده؟
والله ما بنعمل كده. احنا بنجيب حاجه اسمها جروس تشارت، شارت خبيط كده، ونحط الولد سنه قد ايه وزنه قد ايه، ونوصل يقع على خط، نقول لك ده كويس ولا لا. انا ما حدش بيقعد يحفظ الكلام ده خالص. طب انت بتحفظه ليه؟ انت لقيه لقينا هنعمل ايه؟ ليه احلى من كده في ايه؟ خلاص فهمت القصه دي. ده بالنسبه لايه؟ للوزن. اهم معادله المعادله اللي مكتوب عندك في الاخر، البودي ويت دبل ده عند كام؟ بالواز ضخم كده، بط دبل ده عند 4 شهور، وتريبل ده عند 12 شهر، وكوادربل عند كام؟ سنتين. يعني ايه كوادربل؟ يعني اربع مرات قد وزن، يعني التلاتة بقت ستة، بقت تسعة، بقت 12. ال 12 انت عملتها وانت كام؟ سنتين. يعني انت حفظت اربع شهور، 12 شهر، وسنتين. ده الويت. اللي بعده على طول، خلاص؟ اللي بعده على طول اللينث او الهايت. وهاجي اسالك لينث او هايت هنتضايق من بعض، حد عارف ايه الفرق بينهم؟ لازم تبقى فاهم الفرق اللينث والهايت. الهايت ده واحد واقف. لما اجي اقول لينث ولما اجي اقول لك هايت، الفيصل بينهم بيبقى عند 3 سنين. 3 year اقدر اقيس للولد ده هايت. اقل من 3 year بقيس له لينث. طب هو العيل قادر يقف صح ويمشي ويتحرك من كام؟ سنتين. سنتين من 2 ل 3 ينفع تقيس الاثنين، تاخد له طول مره وتاخد له لينث مره، يعني هو نايم مره وهو واقف مره، وتاخد متوسط. انما الفيصل 3 قبلها بقيس لينث وبعدها بقيس هايت. طبعا انتوا فاكرين الهايت بتقاس ازاي؟ بيجي كده بعض الحاجات كتيره بيلزقوا الناس في الحيطه كده على تشارت، بحيث اربع نقط لامسين في الحيطه. النقطه الاولى هي الباك اوف ذا ايه؟ ذا هيد، وبعدين الباك اوف ذا شولدر، وبعدين الباك اوف ذا بيلفس اللي هي الجلوتيه المصل، وبعدين اخر حاجه الهيلز. الهيلز اللي هو كعب الرجل. فكده كعب رجله لامس، ظهره لامس، كتافه لامسه، دماغه لامسه. الاربع نقط دول على تشارت بتبقى ليها خط كده بتنزله على دماغه من فوق، وبيقول لك ده طوله قد ايه. كويس. بعد ما بتجيب الطول ده كله اللي هو اللي انت شايفه ده، بتروح عامل ايه؟ بتروح قسم الانسان نصين، حاجه اسمها ابر سيجمنت وحاجه اسمها لور سيجمنت. منين بقسمه؟ من حته كده اسمها عظمه كده اسمها عظم، حاجه فيكسد اسمها سيمفيسيس بيوبس. سيمفيسيس بيوبس كل ما هو فوق هيبقى ابر، وكل ما هو تحت يبقى لور. هنقول الكلام ده حالا دلوقتي، بس عشان تبقى عارف ان احنا جايين للجزء ده بعد ما بنجيب الطول كله، عشان هنخصم منه سيجمنت من الاثنين. يعني بعد ما نجيب طول الانسان مثلا متر، وجبت اللور سيجمنت 40 سنتي، يبقى الابر سيجمنت كام؟ 60. والعكس، في ناس تقول لك لا هات الابر سيجمنت وبعدين خصم منهم اللور سيجمنت. هنقول ده وهنقول ده. الطول بتاع الانسان ات بيرث بينزل اي انسان فينا متوسط 50 سنتي. ده افريج. فانت فاكر ان احنا مولودين نص متر، نص متر كده لسه ما شفناش حاجه. النص متر او ال 50 دول عند 1 year بيبقى 75 سنتي، يعني 3 4 متر عند سنه. وعند 4 سنين بنبقى متر 100 سنتي. وعند 12 سنة بنبقى متر ونص 150. ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ان طولنا ادبرس 50 وصل 100، ده يعني فكرني بايه؟ بقى دبل عند كام؟ 4 سنين. وتريبل عند كام؟ 12 سنة. طب ما هو نفس ارقام مين؟ الويت. بس الويت كان بايه؟ بالشهور. مقبول ان انا ابقى 3 كيلو 6 كيلو بالشهور، بس مش مقبول ان انت تقول لي نسيت ان ولد عنده 4 شهور وطوله متر، هيبقى واقف كده جاي من المدرسه شايل الشنطه وجاي يرضع، بقى عنده البريست فيدنج اللي معاه دلوقتي. مش معقول متر 4 شهور راجع نفسه. لا، هم 4 كام؟ سنين. ما ينفعش تخبطهم في بعض. الويت بالشهور واللينث بالسنين. ده دبل ده عند 4 سنين، وتريبل ده عند 12 سنة، والتاني نفس الكلام مكتوبة برضه بالرواز بالعرض قد كده يخرم عين أي حد. البودي لينث دبل ده عند كام؟ وتريبل ده عند كام؟ وما بينهما يعني ده 75، وبعدين 87، وبعدين 94، وبعدين 100. دول الرقمين اللي عليكم تقريبا، بس مفيش غيرهم اللي هتحفظه. طبعا أنت مفيش لك صحة على الكلام ده، هم حلوين قوي كده 50 75 وبعدين 100 بعدين 150. الرقمين دول ممكن تبقى تبص عليهم لو فيك نفس، اللي هم سنه سنتين 3 4. عند سنتين بيبقى 87، وعند 3 بيبقى 94، وعند 4 سنين كده كده انت حافظ، يعني انت حافظ 50 75 100 150. كويس جدا.
انا مش هنقعد نعمل ابيوز دماغنا عشان كلام ملوش 30 لازم. طبعا متوسط زياده الطول يا جماعه من سنتين لست سنين بيبقى متوسط طوله في السنه 7 سم، وبعد الست سنين متوسط الطول في السنه 5 سم. احنا بنحسب كده اي طفل بيزيد طبيعي في السنه من 5 ل 7 سم في السنه بعد السنه الاولى. ما تقعدش توجع دماغك، متوسط زياده الطول في السنه من 5 ل 7 سم بعد السنه الاولى لحد سن 10 12 سنه، كل سنه يحقق 5 سم. مش عايزين نتكلم، خلينا نعدي الحته دي خلاص. طبعا ده ليها فاريشن مش مشكله. ايه؟ هو لو الطول بيفيدك بس انت تعرف تمسح السبوره لو انت بتقف، انما غير كده لا. خلاص كده عندكم مشاكل في الجزء ده بتاع اللينث والطول، اللي انت تقيس امتى ده وامتى تقيس ده، يعني 3 سنين والمتوسط بتاع الارقام، وامتى يبقى دبلد وامتى يبقى تريبل. خلاص ده الجزء اللي هو بتاع الطول. خد بالك من الحاجات الكبيره، دبلد امتى وتريبل ده امتى المكتوبه دي. هيدز الكونفرنس، الهيدز الكونفرنس 35، طبعا هو من 33 لحد 38. الهيدز الكونفرنس 35 سم، ده مهم بجد، ده مش هزار بقى. ليه ده مهم ولازم تبقى عارفه؟ لان انت عارف ان اي لعبه في الحته دي تساوي على طول مينتال ريتارديشن، الطفل ده حياته انتهت قبل ما تبتدي. فال 35 سم بتوع الهيدز الكونفرنس دول لازم تبقى حافظهم زي اسمك. وازاي بيزيدوا؟ ازاي بيزيدوا؟ بيزيدوا حاجه غريبه جدا. ال 35 دول بعد وده مهم قوي ترتيب الحاجات زي ما احنا بنعمله، بعد 12 شهر من عمر الطفل بيروحوا زايدين. بص بص بص، 12 سم بعد 12 شهر بيزيدوا 12 سم. لحد دلوقتي انا ما قلتش ارقام سايبه، انا مركب الارقام كلها مربطها مع بعض وتتحفظ. يعني 50 75 100 150 ولا واضحين بتوع ايه؟ 3 بقت 6 بقت 9 بقت 12، واضحين برضه بتوع ايه؟ فما فيش حاجه ملخبطه ولا حاجه. دي برضه زيها، دي 35 زادت بعد 12 شهر 12 سم. اكتب الرقم بقت كام؟ 47. يعني لو سالتك راس العيل الصغير عند سنه كام سنتي؟ 47 سنتي. زادت كام سنتي في السنه الاولى بس؟ 12 سنتي. دول ايه اللي زادهم؟ ده المخ، البرين. البرين كبر 12 سنتي فراس العيل زاد. يبقى والمعلومه الثانيه عشان نخلص تبقى الدنيا واضحه، وبعد 12 يير هتزيد 6 سم بس. لاحظ حاجه؟ ده نص اللي زدتهم في كام؟ في سنه. يعني لو قلبت لك السؤال الماكسيمم ريت اوف برين جراف اوكير ديورنج، وحطيت لك اختيارات فيرست يير من غير ما نلف ورا ندور، انت زدت 12 سم قد اللي زدته في عمرك كله مرتين. فاوصل كام هنا؟ اوصل حوالي 53 سم. يبقى انا حفظت رقمين بس، ان انا عند سنه 47 سنه 47، وعند 12 سنه 53. وحافظ الزيادات، السنه 47 بلس كام؟ بلس 12. وال 12 سنه لما يبقى 53 بلس كام؟ بلس ال 12 بتوع اول سنه والسته بتوع ال 11 سنه اللي فاضلين. يعني انا كده كل اللي زدته في ال 12 سنه الاولين على بعض كام سنتي؟ لا في ال 12 سنه على 18 سنتي. ده زياده في المخ، ده هيد سيركمفرنس برين جراف، ده مهم. اي خبطه هنا تساوي منتال ايه؟ ريتارديشن. فبيسالك هو السنه الاولى كل شهر بيزيد سنتي؟ لا طبعا. معدل ال 12 دول على ايه؟ على السنه كلها. اعلى معدل زياده في الست شهور الاولانيين. يعني مثلا لو جيتوا عند الشهر رقم 6 هنا هتلاقوا مثلا 43 سم مثلا. هما ال 43 دول يعني انا زودت ال 35 6؟ ما هو مولود كام؟ عند 6 شهور 43، وعند 12 شهر 47. ملاحظ حاجه؟ ان ال 12 سم اللي انت زدتهم دول متوزعين اكتر في اول كام؟ 6 شهور، وبقيتهم بس في الست شهور التانيين، انما توتال على بعضه السنه واخده كام سنتي؟ 12. خلاص؟ بلاحظ ان الناس بتتضايق قوي وانا بتكلم في الارقام دي. كل السنين، هو بتاع طب اول ما بيجيب لهم سيره الارقام والحاجات دي يقول لك بس الراجل ده داخل في حته مش لطيفه. ولا عشان احنا الصبح. بس هي صبح دور، بس انا بدري صبح ودور وبالليل ونفس الامبريشن. الاثنين. انت
تاني عشان اهو 35 بقت 47 عند سنه يعني زادت 12 خلاص، وبعدين بقت 53 يعني زادت كام؟ 6. بهدل فيك اكتر ماشي. 47 دي عند سنه، عند سنتين 49، عند 3 سنين 50. ده اللي محيط الراس ده بالمنظر ده، وبالذات بتاعه السنتين دي مهمه. بس هو عارف ان الطالب كلها حافظه سنه، فبروح جايب لك الهيد سبكونفرنس ات ذا ايدج اوف 2 يير سهله. انت عند سنه كنت كام؟ وعند سنتين زدت 2، عند سنتين 2 زدت 2 فبقت 47 كام؟ 49. 50 51 وبعدين 53 الفرق. ده الهيد سبكونفرنس. اقراه طبعا، بنجيب شريط وبنلفه حوالين راس العيل كده وبنقيس من عند السوبرا اوربيتال اريا دي بحوالي سنتي لحد الماكسيمم بارت البروميننت وار، وبتاخد الهيد سيركمفرنس وبتقول لي ده رقم كذا اكوردنج للايدج، يعتبر كتير او قليل. احنا مش بنحفظ ارقام، احنا بنحط العيل على جروس تشارت زي ما قلت دلوقتي. اللي بعده اعمله اللي انت عاوزينه، بس هو مفيش اصلا البتاع اللي بيعمله دي، لازم تطلعي لي على الرسم. شوف ايه ده اسلام ما شاء الله عليك التاريخ الصندوق. ما بقول لك سيبه في حاله بدل ما يبوظ. اسمع مني ايه؟ وانتوا اصلا عندكم هوا، الناس اللي ورا دي النص اللي ورا الدنيا حر صح؟ شفت ايه؟ انتوا اللي عايشين في النعيم، احمد ربنا بقى على فكره بدا يعمل يفصل ويعمل ازاي؟ سياسه غلط اللي انت ماشي بيها. هو شغال خلاص حلو زي الفل. بس الصراحه البلد ما خدت بالي والله، ما كان مضايقني في الدنيا قد الصبح وانتوا داخلين. هو خلوه يقفل بس لسه الصبح. لا ده اتعمل اي حسيت خلاص فهمنا دول ويت وهايت وهيت سيركمفرنس، دول ما فيهمش مشكله. طيب اسالك بقى على الابر سيجمنت واللور سيجمنت ونعكن على بعض شويه. في سؤال ام اس كيو بيجي بقاله سنين طويله ما تعرفش ليه، ايه الحكمه فيه؟ الابر سيجمنت واللور سيجمنت ريشيو عند سن 3 سنين ما بتغيرش، في سنه في 8 او 7 في 3 مغير بقى شويه. هو ابر سيجمنت واللور سيجمنت يعني ايه؟ الابر بودي سيجمنت ليه؟ اللي هو المسافه منين؟ من السيمفيسس فيوبسس بتاعتنا لحد فوق لحد الفيرتكس بتاعت الراس، واللور اللي هي من السيمفيسس لحد فين؟ لحد الفلور. طبعا اي طفل بتسوله سن بتسوله طول او ابر سيجمنت لو حصل، لان في ناس عندنا فاضيه خالص الامتحان بيقول لك طب وقف الولد وخد، لازم تشيل الشوز اللي في رجله دي اهم نقطه، لازم يبقى بير تشيل البتاع ده خالص وتوقفه على الارض، قول له حضرتك قلعه اللي في رجله ولا الدنيا ساقعه خلاص خليه زي ما هو لك هايف. فهو مش عاوز ال 4 5 سم اللي هو لابسهم دول تحت رجله، دول لازم يتشالوا. فتبقى واخد بالك من النقطة دي، الأبر سيجمنت اللي فوق دي واللور سيجمنت اللي تحت دي. إحنا بنقيس الطول كله وبنعمل سبتراكشن لمين؟ للور سيجمنت. بناخد من السيمفيسز للأرض الأول، دي تديك كام؟ تدينا أي رقم. ادتني مثلا الولد كله على بعضه متر وهو واقف، ومن السيمفيسز للأرض مثلا طلعت 50 سم. بروح طارح المتر من مين؟ ال 50 دي من المتر اللي هو اللور سيجمنت، يديك الأبر سيجمنت. طب هو عشان تجيب الابر سيجمنت اكيوريت هتعمل ايه؟ قول له بقيس حاجه اسمها سيتنج هايت. ايه السيتنج هايت ده؟ بيقعد العيل على الارض يقعد ويلزق ظهره على التشارت اللي احنا كنا بنقيس بيه، يبقى من مكان ما هو قاعد لحد دماغه من هنا دي مين؟ دي الابر سيجمنت. ده الموست اكيوريت تكنيك، حاجه اسمها سيتنج هايت دي تديك الابر سيجمنت. وبعدين تقوم توقفه وتقيس طوله كله وتروح طرح بالعكس، تطرح الابر سيجمنت من مين؟ من التوتال هايت، تديك اللور سيجمنت. بتقيسهم في اي طفل لسه مولود هتلاقي نسبه الابر سيجمنت 1.7 الى 1. دي بص دي الابر سيجمنت الى اللور سيجمنت. وبعدين عند 3 سنين بص افتكر الرقم ده، عند 3 سنين بتبقى 1.3 الى 1. ده عند 3 يير، ده عند البيرث. وبعدين عند 7 سنين او 8 سنين، من 7 ل 8 بتبقى 1 to 1. دي بتفرق معانا في ايه؟ ان العيال اللي هي كده اللي هي الثلاث سنين والبرث ده لو طلع يجري شويه، طبعا ده مش بيجري، ده ممكن يتحرك ويجري، تلاقيه بيقع كتير جدا، لان في فاريشن في نسبه الجسم، الجسم لما يبقى 1 1 ده في بالانس كبير جدا، عشان كده لما بتجري انت عندك نقطه الثبات بتاعتك في النص، فمفيش مشاكل عندك.
فناخد بالنا كويس قوي ان هو بتظبط الانسان وبيبقى الاول السيجمنت اللي فوق قد السيجمنت اللي تحت عند 7 او 8 سنين. ده مهم ليه؟ عشان بنعرف منه الهايت بتاع الطفل بروبورشنت ولا ديس بروبورشنت، يعني احنا كابر سيجمنت قد اللور سيجمنت في القصر او في الطول ولا لا، لان ساعات ناس تبقى طويله وديس بروبورشنت او قصيره وديس بروبورشنت والعكس صحيح. فهو بيفرق معايا في الحته دي، اسمه ابر تو لور سيجمنت ريش. وازاي بنجيب السيتنج هايت؟ احفظ الارقام دي عشان بتنزل بامان، انا مش حاجه ملهاش لازمه هقول لك ملهاش لازمه، دي بتنزل في الامتحان. وازاي بجيبه؟ ده سؤال اورال، قول له بجيب حاجه اسمها سيتنج هايت، لان هم ما بيحبوش طريقه اجيب اللور سيجمنت وبعدين اطرحها من فوق يديني الابر، ده مش اكيرت قوي، البلفز بتاعنا مش محطوط في خط واحد، ده نازل معكوس. فالاحسن تقعد الطفل وتجيب الابر سيجمنت عن طريق حاجه اسمها سيتنج هايت، وبعدين تطرحها من التوتال يديك اللور سيجمنت. خلاص؟ اللي بعده الفونتانيلو دنتيشن. طبعا فونتانيلو دنتيشن وبون ايدج، اسالك سؤال سهل قوي قوي، احنا عندنا كام فونتانيل في الراس؟ 2، هما في كتير بس هما في 2 مشهورين، في واحد قدام هنا خالص اسمه انتيريور فونتانيل، وواحد ورا ورا خالص عند التقاء الاوكسيبيتال بون مع الاثنين بارايتال اسمه بوستيريور فونتانيل. ات بيرث البوستيريور فونتانيل ده مقفول. مقفول. طب لو مفتوح؟ لازم تفكر في الكريتينيزم اللي هو الهايبوثايروديزم، وممكن يكون بريترم، وممكن يكون سيفير بون ديزيز زي الاوستيوجينيسيس امبرفكت، بس اللوجيك بتاعنا ده شكله باين اوستيوجينيس دوت مكسر ومطبق في بعض، انما العيل بتاع الهايبوثايروديزم ده نورمال ما فيهوش حاجه خالص غير ان البوستيريو فونتانيل علامه مشهوره ده، والعلامه الثانيه في الركبه بالاكس راي هنقولها دلوقتي في البون ايدج. الفونتانيل الشهير اللي عندكم اللي بتشتغل بيه في الامتحان هو ده اللي بتحط فيه 3 صوابع بالعرض، ده اسمه انتيريور فونتانيل، وده شكله لو انتم فاكرين كان عامل ازاي، كان عامل كده وبعدين كده صح؟ كنا بنحط 3 صوابع كده بالعرض او بالطول، بتاخد طول في عرض وتقسمهم على 2. احنا اللغه الدارجه بتاعتنا بنحط 3 صوابع كده، بتلاقيه بياخدهم، بياخد التبس بتاع 3 صوابع. وهو ممبرين وبيقعد يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل. ليه؟ لان السي اس اف جوه بلساتايل. بيتحرك زي الهارت كده ببلسيشن، كل ما يبلسيت يطلع ويروح نازل، يطلع ويروح نازل، ده طبيعي. وهو عباره عن ممبرين عند سنه ونص دول هم 18 شهر بيقفل. طب ات بيرث قول له بياخد 3 فينجر 3 صوابع كل 6 شهور بيخس واحد. طبعا طبعا ما دي نقطه برضو محسومه، انت بتقولي ايه؟ التبس بس، مجرد ما خد التبس بتاعت الثلاث صوابع، عشان كده الصوابع دي مش ريكومندد في اي حته، الشريط المقاس السنتي بس، عشان ده هير ما اقدرش ابقى شايف كويس، فانا بحاول اديتكت بس بالتبس، هل بيادمت التبس بالوايم كده بتاعت الصوابع ولا لا؟ لو خد التبس بتاعت الثلاث صوابع مضمومين ده يبقى نورمال. عند 6 شهور بتلاقيه ما عادش بياخد الثلاثه مع بعض، بقى بياخد 2 بس، يعني قفل واحد. عند سنه ما عادش بياخد غير صباع واحد، وعند سنه ونص ما بياخدش حاجه خالص، بحط ايدي لقيت سد. السؤال بقى ليكم، لما بتيجي تتكلم عن الفونتانيل بسألك سؤال، ايه اهميه الانتيريو فونتانيل وايه اهميه البوستيريو فونتانيل؟ هتعرف ترد؟ هرد، هقول البوستيريو فونتانيل اهميته ان هو لو ات بيرث ستيل اوبن ده غالبا علامه من علامات الهايبوثايروديزم. برافو عليك يا ابني، تعمل ايه تاني؟ قول له بعمل اكس راي على النيم عشان اشوف اللور اوستيفيك سيل، وده هنقولها حالا دلوقتي ما توجعش قلبك، مكتوبه في البون ايدج. اللي بعده الانتيريور فونتانيل ايه اهميته؟ انا بقول لك عملي ونظري اورال عشان تبقى لامم الدنيا مع بعض، بالمره كنت عاوز ازق الفيديوهات عشان نخلص منها. الانتيريور فونتانيل يا اما لاقيه، بص بص عشان الحصه الجايه ان شاء الله على طول الجي اي دي هتلاقيه نازل لتحت قوي كده، ده دي هايدريشن. الانتيريور فونتانيل ده علامه عندنا مشهوره قوي اسمها سانكن فونتانيل، زي السانكن ايه؟ اي دي علامه للدي هايدريشن، يعني البرين ده بيعاني من نقص فلويد، فالفونتانيل يروح عامل ازاي؟ ديبريست، يبقى نازل لتحت. طب لو لقيته عامل زي الخيمه كده طالع لفوق اسمه تنتنج وستريتشد وريزد، اي انتيريو فونتانيل طالع يبقى في جوه الراس دي ايه؟ انكريزد انتراكرينيال تنشن، وده اكتر علامه هتظهر لك، لان احنا خدنا في السي ان اس ان علامات المننجيال اريتيشن والوهم بتاع السي ان اس ما بيبانش، انما اللي بيكشف العيل وبيفضحه مين؟ الانتيريو فونتانيل البلجنج اللي هتدوس عليه لقيه تنس، ده يبقى جوه ميه اللي هو هيدروكافلس، هيموريدج سب ديورال او اكسترا ديورال هيماتوما، تيومر، اي ماس بيسموها سبيس اوكيباينج ليش، والحجم بتاعه لو هو ديليد وما بيقفلش لازم افكر في الاسباب اللي بتعمل كده. ايه رايك في حد عنده الفونتانيل قد كده وما بيقفلش؟
يا اما عنده حاجه انتراكرينيال زي الهايدروكافلس شد خالص، يا عنده مشكله في العظم. مين البون ديزيز اللي ما بيقفلوش؟ الريكتس. الريكتس او الاكوندروبليزيا او الناس اللي عندهم مستوى الكالسيوم في قلق، الهايبوباراثايرويديزم والهايبوثايرويديزم، او السندروم اللي خدناه اللي كان الفونتانيل بتاعه مفتح اللي هو مين؟ داون سندروم. حلوين قوي دول. دي بعض الاسباب اللي بتخليه ما يقفلش، زي هم نفس الاسباب اللي بتخليك مالك ما تسننش. ما هو ده هو ده يعني هايبوثايرويديزم، هايبوباراثايرويديزم، داون سندروم، ريكتس، اوستيوجينيسيس، اي مرض من دول. ثلاث اربع امثله بس عشان ما توقفش. انما تحطش كل حاجه ترصها 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 هتتعب، مش هتقدر تكمل. يبقى ده بيقفل اخر كلام امتى؟ عند سنه ونص. كل ست شهور بيقفل الصباع البوستيريور مقفول، لو مفتوح كريتينيس ده رد عليه خلاص. الموضوع مش صعب اهو. بعد الابر سيجمنت وبعد الدنتيشن سوري الانتيريور فونتانيل ده، في حته اسمها بون ايدج. ايه البون ايدج ده؟ ايه البون ايدج ده؟ البون ايدج ده كتر اللي هو السكليتال ايدج. انتوا احسن مني في انتوا درسين شرعي السنه اللي فاتت. قالوا لكم في الشرعي لما بتيجي تقيس السكليتال ماتيوريتي او البون ايدج، انت عاوز تعرف الانسان ده عاش قد ايه بالنسبه لعمره على الورق. لان انا ممكن يجي لي طفل في حادثه ما اعرفش الواد ده سنه كام، ولا ليه ورق ولا ليه اي حاجه خالص، ولا شهاده ميلاد ولا بتاع. عاوز اعرف الولد ده قد ايه سنه، بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها بون ايدج. البون ايدج ده المفروض يبقى ماشي مع عمر الانسان. في امراض بتاخره بتخلي البون ايدج ده ديلي، وفي امراض بتسبقه بتجريه بتخلي البون ايدج اسرع منك. يعني انت تبقى عايش 6 سنين وعمر العظم بتاعك ادفانسد 9 سنين 10 سنين والعكس. تعالى بقى نفهم البون ايدج ده بتحسب ازاي. البون ايدج في الاطفال او السكيلتال ايدج ايه اهميته؟ قول له ده كورسبوندنج للاكشوال ايدج بتاع الطفل، المفروض ان هو يبقى ماشي معاه. يعني انا لو جبت عمر انسان من العظم المفروض ده عمره الحقيقي. بنعرف عمر الانسان ازاي؟ ات بيرث ده نيونيت. افتكر نيونيت العظم بتاعه بتعرف من الني. نيونيت ني، بعمل له ني اكس راي. لو لقيت الاوستيفيك سنتر بتاع اللور اند بتاع الفيمر موجوده، يبقى النيونيت دوت تمام، ما حصلوش انترا يوتران جروس ريتارديشن، ده نازل كويس وما تاخرش جوه الرحم. طب العيل اللي بنزل لك من غير ني اوستيفيك سنتر ات بيرث ده متاخر بسبب ان هرمون ده مش موجود اللي هو الهايبو ثايرويديزم. يبقى اول واحد بعرف عمر عظمه النيونيت من الني. ليه مش من الريست؟ هو بسالكم كده ليه مش من الريست؟ لان الريست عشان يطلع اوستيفيك سنتر اللي هو عندك في الرسمه كده، هتلاقي الميتاكاربلز والريدياس والالنا وبينهم نقط لونها ابيض. النقط اللي لونها ابيض دي اسمها اوستيفيك سنتر. احنا بنعد في الريست عدد الاوستيفيك سنتر ونخصم منهم واحد يديك عمر الانسان. ليه؟ لان احنا عند 6 شهور من عمرنا بنطلع اول اوستيفيك سنتر في الريست. يعني اي انسان فينا عشان يطلع ريست اوستيفيك سنتر بيبدا عند كام؟ 6 شهور. يبقى انا لو نيونيت هل عندي في الريست اصلا اوستيفيك سنتر؟ خالص، فما بعتمدش عليه. عند سنه بص الكلام يطلع الثاني وكل سنه هيطلع واحد بعد كده. يبقى انت استثنى السنه الاولى في عمر الانسان في كام اوستيفيك سنتر ظهروا في الايد؟ 2، واحد عند 6 شهور والتاني عند سنه. وبعد كده مشينا ريجولر كل سنه نحط كام؟ 1. لما اجي ارخم عليك في الامتحان وارسم لك صبعين ثلاثه كده واحط لك 5 دوائر بينهم اللي هي بين الميتاكاربال وبين الريديس والارم، واقول لك الواد ده سنه كام؟ واعمل لك نفس الايد كده واحط لك 3 دوائر بس واقول لك الواد ده سنه كام؟ ايه؟ قول له يا فندم الاولانيه دي طالعه عند 6 شهور والثانيه دي عند سنه والثالثه دي عند سنتين، يبقى الواد ده سنتين اللي هو عنده 3. يبقى انت عملت ايه في الاخر؟ اللي عنده 3 سنه 2 مخصم كام؟ الواحد ده بتاع ايه؟ قول له بتاع الست شهور اللي طلعت الاولاني، لان احنا الطبيعي الاوستيفيك سنتر في الايد كل سنه بتطلع 1، استثنى بس حاجه واحده. السنه الاولى في واحده زادت بتاعه الست شهور. طب ليه مش بتاخد البون ايدج من الريست في النيونيت؟ قول له لان مفيش في الريست اصلا اوستيفيك سنتر في اول 6 شهور، فانا مش هحكم على طفل من حاجه مش موجوده. فالنيونيت ني والانفنت والتشايلد ريست بيعملوا على الليفت ريست دي. طبعا دلوقتي في حاجه اسمها ريفرنس اطلسز، محدش بيستخدم الكلام البدائي ده. ما هو ما دي الفكره، اشمعنى ده واشمعنى ده؟ وهي الفكره مش اكريت كمان، يا ريت حتى ده دلوقتي ريفرنس اطلسز بياخدوا وصلات وبيجيبوا الجوريزمات ورسمه من هنا لهنا لهنا ويطلع لك ايدج. عمليه معقده مش زي ما احنا متخيلين، احنا بس بندي كده حاجه بروفيجن. طب الاحسن من دول ايه؟ قول له الابيفيسس كلوجر. يعني ايه ابيفيسس كلوجر؟ دي الابيفيسس ودي العظمه.
لما تعمل كده تقفل. هو احنا خدنا الابيفيس سيكولوجي، حد فاكر بتاع الارم ده كان كام؟ 21 وكام؟ و16 18 صح كده. وبعدين في الرجل مقلوبه، ال18 هي الديستال وال21 هو اللي في النص اللي هو بتاع النين. احنا بنقعد نستنى نشوف اللور اند بتاع الريدس والالنا والابر اند بتاعه الهيومرس عملوا امتى، قفلوا امتى، والمنطقه بتاعه الايبيكوندايل ميديال ولاترال عملوا امتى، ونفس الكلام الابر اند بتاع الريدس والالنا. دي حاجه اسمها ايبيكس سكولوجي، ده في الليتد شايلد. قول لي بقى عمر العظم معتمد في ايه على النمو بتاعه؟ على اثنين هرمونز مهمين جدا، معتمد على جروث هرمون وثايرويد هرمون. لو انا سالتك واحد عنده البون ايدج بتاعه ديليد متاخر، يبقى الاثنين هرمونز دول مالهم؟ قليلين، هايبو ثايرويديزم ونقص الجروث هرمون سواء كان ايزوليتد او بان هايبو مع الباقي، دي واحده. والامراض الكرونيك كلها بتاخر عمر العظم. مين اشهر كرونيك النس بيعمل ديليد بون ايدج؟ الكرونيك رينال فيلير، وعينين السي ار اف مميزين جدا 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 بالحته دي. وحاجه ثالثه بتاخر عمر العظم اسمها التاخر المؤقت بتاع النمو، حاجه اسمها كونستيتيوشنال جروث ديلي، اشرحه لك دلوقتي. ده اللي هو زميلك اللي كان معاك زمان في المدرسه القصير، اللي لما رحت غبت فتره وقابلته لقيته ايه؟ طول. ده كان عنده كونستيتيوشنال جروث ديلي، ده واحد نورمال بني ادم طبيعي بس عنده جروث ارست في فتره من حياته كده مهدي شويه وبعد كده بايه؟ بيعدي. ده نورمال، نورمال شورت ستيتش، بس مش زي الفاميليا. الفاميليا شورت ستيتش ده اللي هو باباه ومامته كده، ده ما بقابله بعد 10 سنين الاقيه برده ايه؟ هو زي ما هو، ما هو زي باباه ومامته، ده واخد الايه؟ الوراثه دي. انما الثاني لا، الثاني اسمه كونستيتيوشنال جروث ديلي اللي هو التاخر المؤقت، ده بيقعد شويه وبعدين بيرجع للفاينل ادر تايب. يعني ده في النهايه مش هيبقى شورت، هيبقى طوله كويس جدا، بس دي فتره مؤقته. كورونيك إلنس، كروموزوم كورونيك إلنس وكونستيتيوشنال ديلي واندوكراين. طب مين يعمل ادفانسد بون ايج؟ هما العكس، زياده الجروث هرمون اللي هي الادينوماز بتاعه البيتيوتري او الاكسترا سيرابي، وزياده الثايرويد هرمون اللي هما الثايروتوكسيكوزيس. طب مين يعمل نورمال بون ايج؟ اللي هي الناس اللي عندهم البون ايج ماشي معاهم حتى ايفن لو هما قصيرين. الريكتس ما معهوش حاجه، ماهوش متمرض، ما يخصش البون ايج، يخص مين؟ هو او السكيلتال ديسبليزيا اللي هي الناس اللي عندهم مشاكل اكوندرو هايبوكوندرو، مشكله في العظم ذاته كمرض ليه علاقه بالمينراليزيشن مش بالايدج مش بالجراف. طيب ده قصه البون ايدج بسرعه كده عشان برضو تبقوا عارفين عنه كلمتين. طبعا برضو الناس اللي عندهم نورمال بون ايدج دي علامه مهمه وبتتسالوا فيها اللي هم الوراثه. يعني ايه الوراثه؟ اللي وارث الطول من باباه ومن مامته. في حاجه اسمها فاميليال شورت ستيتشر، ده بيبقى واحد وارث طوله وكل حاجه من باباه او من مامته، وده البون ايدج بتاعه كويس ما عندوش مشكله. وده سؤال بتسال ازاي تفرق الاثنين النورمال القصيرين، اشهر اثنين قصيرين نورمال في الطب الفاميليال والكونستيتيوشنال جروث ديلي، هما دول الاثنين اللي نورمال، افرقهم ازاي؟ بالبون ايدج. بالبون ايدج يا عمرو ده شغال؟ طب يا ريت يا عمرو ربنا يكتر خيرك. شوف كده اللي انا اقصده، هو مين اللي كان متاخر دلوقتي؟ انتوا خدتوا فاميليال ده نورمال بون ايدج، وخدتوا كونستيتيوشنال ده ديلي بون ايدج. يبقى انا لو عملت اكس راي على الاثنين اقول لك ان اللي متاخر ده يبقى مين؟ كونستيتيوشنال جروس ديلي، حتى هو اسمه كونستيتيوشنال جروس ديلي، ديلي عنده ديلي في البون ايدج والبيبرتي والجروس بلس. لا تاني اقول جايز دلوقتي ده قد كده مش حاجه تفلت، ما تقلقش خلاص. في مشكله البون ايدج ده لا، الكونستيتيوشنال جروس ديلي قصير والبون ايدج بتاعه ديلي، يعني هو لو هو 4 سنين هتلاقيه بتاع 3، لو هو 6 سنين هتلاقي العظم بتاعه بتاع 4، عنده ديلي في البون ايدج كمان، انما الفاميليال ما عندوش، قصير بس البون ايدج بتاعه مظبوط. يعني هو مولود شهر 1 مثلا 2010، الوقت المفروض عنده 8 سنين مثلا او 9 سنين، هتتكلمي ان هو عظمه 9 سنين او 8 سنين زيه، ده الفاميليال اللي هو ما عندوش مشاكل، هم العيله بتاعتهم كده. انما الثاني عنده جروس ارست في الفتره دي، وده مش معروف سببه، ايديو بس، وبيجي اكتر في الولاد برضه مش معروف ليه. واو، وما بيستفدش من جروس هرمون. مين اللي بيستفيد من جروس هرمون؟ الفاميليا. الفاميليا اللي ينفع تدي فيه جروس هرمون ينجز شويه، اللي هو الجينيتك بيز ده بيزيد شويه. ده اشتغل.
لا ده بس انت عاوزين ساعتها كل اوضه تبقى كده المشكله لازم نجرب بعد كده العطل فينا عشان ده يشتغل بكره ولا الصبح دي المشكله انا كده مش هحتاجه اللي هو يا ريت يا عم تسلم دول عشان يجيبوا ليه؟ انا مؤامره عشان نجيب عشان نجيب شغال بيه مين اللي بيشتغل بيه؟ دكتور بدر مرعي بعد كده انا بس ماشي مش مشكله شوف انا عامل عايز الرسمه دي عشان انا زهقت من اللي عندنا ما اعرفش في ايه كانوا زعلانين الثاني لا مش انا اللي قبل مش ماشي بعد ما اخلص مش مشكله خالص بص عشان في ناس بتتخانق معاكم في المستشفى على الحته دي اللي هو حد فيكم حتى لمح ليها قبل كده واحنا بنتكلم عاوز اللي ورا عندكم يبقى شغال انا في ده ان شاء الله الشريط الشريط ملاحظ مره هنا مره هنا مره هنا بس في ناس بتتكلم عاوز الحديده تتحط هنا طب لو الشريط مفيش فيه حديد اعمل ايه الكلام ده اتقال لي 100 مره يا جماعه مش معقول هي راس مدوره وانت بتلف عليها هتفرق معاك في ايه ان انت تبدا الدايره من هنا ولا من هنا ايه الميكانيزم بص الصور اغلبها في كل المواقع على فكره دي صور دي صوره متاخده من الكتاب مثلا اللي جاي هنا مجمع الشريط فين عند التمبل زي واحد تاني عند قدام واحد تالت في الجنب خالص ورا ملهاش دعوه انت بتلف حواليها وتقول لي دي كده الفكره تبقى جاي من عند الاي براو بس الحته اللي هي فوق الريدجز دي الصبرة وقت الريدجز اللي بتطلع فوقها على طول وورا عند النص برومنانت بارت في الاكس وبتقول محيط الراس دي كذا ان ريليشن للايدج يعتبر كذا بس ده جزء بس عشان نخلص من القصه دي ان في ناس بتقعد تقول حاجات عجيبه شويه طبعا الارقام كل حاجه واضحه احنا منبهين عليها 1 و3 1 و7 1 ل1 السيتنج هايت يعني ايه مهم جدا ودي نسبه الابر سيجمنت واللور سيجمنت ريشيو الفونتانيل الانتيريور البوستيريور الامبورتنس بتاعتهم بالنسبه للسايز طبعا الكبير بفكر في امراض زي الريكتس الصغير او اللي قافل ده احنا خدناه قبل كده ما قلناش عنه حاجه خالص اللي هو حته كرينيو ساينستوزس واحنا بنتكلم على درس السي بي ما جبناش سيركو خالص صح؟ في السي بي احنا كنا بنتكلم على مخ ما كبرش اللي هو بري نيتال ونيتال وبوست نيتال وايديو بقى هنزود دلوقتي حاجه اقولها لكم ان العظم نفسه يقفل يقفل يعني السوتشر الفونتانيل بتقفل والبرين ماله؟ نورمال ما فيهوش حاجه بس ده هيحصل له برين دامج لان انت قفلت عليه طبعا ده بيبقى عنده زياده في الانتراكرينيال ايه برشر لان انا عاوز اكبر وانت مانع دي المنظر بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي هو مثلا زي كده انت بتعرض زي كده دي فيها كام واحد دول الاوستاتيك سنتر اثنين دي فيها مثلا واحد اثنين ثلاثه والرابع تحت وهكذا كل حاجه كده فانت بتقول له متوسط السن ما حدش بيقول لك دي كذا انت بتقول من كذا لكذا يعني اللي عنده اثنين ده متوسط سنه كام؟ ده الافريج بتاعته سنه اللي عنده ثلاثه متوسط بتاعه سنتين ممكن في حاجه لسه بتظهر بعيده اهي او قريبه اللي هي الصغيره دي مش صغيره قوي فدول من 2 ل 3 يعني ملاحظ ان عمر العظم النقط دي سابقه السن بكام؟ بواحد طب لو قال لك واحد سنه كذا عنده كام في ايده؟ هتزود واحد يعني ولد مثلا سنه 4 سنين عنده كام اوستيفيك سنتر في الريست؟ عنده 4 بتوع الاربع سنين وواحد بتاع الست شهور فهو عنده 5 ده عشان بس يبقى احنا ايه؟ لمينا اسئله الدسكشن السنان السنان بتنزل في الام اس كيو احنا عندنا كام سنه احنا انا اتقال لي معجزات القرن في السنين اللي فاتت 30 32 34 مين يزود مين يقلل ليه اللخمه دي احنا عندنا كام سنه كله 32 ولا في حد معترض هم 32 احنا 32 العيال الصغيره 20 ليه لان العيال الصغيره لما بتبص في توزيعه المندبل بتاعهم هو المندبل بتاعهم اصلا مش زي بتاعنا احنا عندنا حاجه اسمها اهي نحطهم جنب بعض واحنا نفهم عندنا حاجة هما بيبدأوا من هنا من الاثنين دول اللي هما سنان الفار دول بيطلعوا عند 6 شهور العيل بيطلع سنتين صغيرين تحت مش فوق عشان ده سؤال بيجي في الام اس كيو الدنتيشن في الاطفال الصغيرين بيتم اللور جو قبل الابر طبعا اللور ده اسمه مانديبولار
اللي فوق ده اسمه ماكسيلري، عشان مره جابوا لهم مانديبولر وماكسيلري ما عرفوش يكتبوه، ما كانوش فاكرين مين ده. ده مانديبولر وده ماكسيلري، ماكسيلري لانه جنب الماكسيلا. خلاص هو بيطلع في المانديبولر الاول قبل اللي فوق بشهر او شهرين كاملين. ربنا بيطلع السنان تحت الاول، بيطلع الحاجه اللي في النص دي اسمها سنترال انسايزرز. افتكروا السنترال انسايزرز اللي هم القواطع 6 شهور، سنترال انسايزر 6 شهور، وبعدين يروح مطلع الاثنين اللي جنبهم يسندوهم اللي هم اسمهم لاترال انسايزر. دول سنترال اللي بعدهم لاترال، دول 8 شهور. انا بقول افريج ده 6 وده 8. وبعدين المفروض في واحد مدبب شويه اسمه ايه، كناين. ده ما بيطلعش دلوقتي، ده مستخبى بين مين ومين؟ الدرس ده اللي هم اثنين عيال صغار ما عندهمش غير درسين بس، هم يدوب حاجه يمشوا بيهم نفسهم. واحد اسمه فيرست مولر والتاني اسمه سكند مولر. واحد عند سنه احفظهم كده، والتاني عند سنتين بالراحه خالص اهو. يعني فيرست مولر سنه، سنه دي كام شهر؟ 12 شهر. والسكند مولر كام؟ سنتين. وما بينهما بين السنه والسنتين اللي هي القناعي جاي في النص عند سنه ونص. حفظتهم؟ سنترال 6، لاترال 8، وبعدين بسيب الكناين اخبيه بين مين ومين؟ بين الفيرست والسكند. الفيرست ده فيرست، ده سنه، والسكند ده سكند، ده سنتين، واللي في النص سنه ونص اللي هو مين يعني؟ الكناين. يعني الكناين لو جبت لك في الام اس كيو هتختار كم شهر؟ 18 شهر متوسط. متوسط كده العيل الصغير ده عمل 20 سنه، ده اربش طبعا، دي سنان لبنيه. يعني ايه لما يجي لك حد صغير ابن اختك او ابن قريبك او اي حد وجاي لك البيت يقول لك سنتي بتتلخلخ وعاوز اشيلها، تروح زيقها بس هتروح واقعه، بس ما تزقهاش لجوه الله يكرمك لبره. يعني ايه في ناس غشيمه شويه تروح زقه السنه كده تروح عامله اصبيريش، يجي لنا يطلع عين اللي جابونا في المستشفى يقول لك اصل خالتي كانت عندنا هي سائل هبل اساسا، هي مروشه اساسا لوحدها، وتلاقي ماسكه العيال بتاع دي تروح عاملها كده. هو في ايه انت بتزقي فين؟ في الفرن؟ فين؟ بالعكس حط ايدك وراها وتامنها وتروح شاددها لبره، عشان دي من اشهر الفورن بودي اللي بتنزل. في حاجه اسمها عيل مولود بسنان، عشان لما تسمع تخش يقول ده مجانين. في حاجه اسمها نيونيتال تيف، طفل بيتولد بسنه او سنتين كونجنت، ودي طبعا اول ما بينزل بنشيلهم. ليه بنشيلهم؟ لانهم بيبقوا اولا لوز قوي مش ماسكين، وفرصه رهيبه ان يحصل لهم ايه؟ اسبيريشن، بيسموها نيونيتال توف، نازل بسنه او بسنتين. دي معلومه تبقى عارف، ودول لازم يتشالوا. ما بيبقوش ماسكين خالص، بحاجه كده سايبه. اللي بعده البيرمننت. احنا كام سنه؟ كله 32 سنه. ليه احنا 32؟ لان احنا عندنا نفس الكلام سنترال انسايزر ولاترال انسايزر والكناين، وبعدين بص بقى ربنا زود ايه؟ اثنين بريمولر. الاثنين دول بريمولر. وحط واحد ورا خالص اسمه ضرس العقل، ده بيطلع في الاخر من 17 سنه ل 22 سنه. ده اسمه اللي هو الثيرد مولر. غير الفيرست ومين؟ والسكند. يبقى احنا عندنا الفيرست والسكند زي ما هم، زودنا ثيرد وزودنا اثنين مين؟ بريمول. اول سنه بتطلع فينا بيرمننت هي مين؟ هي الفيرست مولر. اول حاجه بتطلع في العيل الصغير الضرس رقم واحد، وبيطلع عند الست سنين. الثاني كان ست ايه؟ شهور. يبقى انت فاكر ستة ست؟ ست شهور بطلع سنترال انسايزر، ست سنين يطلع فيرست مولر، واخلص من مولرز عشان تخلص منه. الثاني عند 12 او 13، ما هو ضعف، ستة ضعفها 12 او 13، ده السكند مولر. والثالث عند 18 اللي هو الرينج من 17 ل 22. فانت في جنب كده 6 12 18، دول الثلاث دروس اللي عندك. والباقي مشيهم بالترتيب كده 7 8 9 10 وبعدين 11 12 وانت ماشي بالوين كده، عشان الارقام من اكتر الحاجات اللي هتعمل لك الريتيشن، وبالذات اخر السنه مش دلوقتي. ممكن دلوقتي تقدر تحفظ، بس بعد ما بتجمع بتيجي في الاخر تتنازل عن كل ده، ولا ما بدماغك بتحفظ اسامي السنه بس، يا رب افتكر اسم السنه مش رقمها. فاحنا بالبلدي كده بالراحه ال 6 12 18 دول مين؟ دول الثلاثه المولرز، والباقي بيمشي بالترتيب 7 8 زي ما انت شايف كده. لا بيطلعوا على طول 7 شهور على طول، دي طلعت 6 دي تطلع 7. طبعا دي من رحمه ربنا، دي نعمه. لما يطلع لك حاجه انت عارفه العيل ده اول ما بيطلعوا الاثنين مع بعض ده بتبقى ايام مش باين لها ملامح، الام بتفضل تصوت ليل نهار لانه بياكلوه، بيعملوا له اريتيشن. هو ليه بيجيبوا له حاجه اسمها عضاضه؟ ليه ما سالتوش نفسكم ليه اسمها كده عضاضه؟ ليه
لانه من الاريتيشن اللي عنده بيقعد يعض، ممكن ياكل اي حاجه جنبه. مين الغلبانه اللي ملهاش حل في وشه اللي مأجرها؟ مامته. هيروح عامل لها سور نبل، وده حقيقه بتتبهدل بسبب القصه دي. سور نبل سور نبل، وتنقله من هنا تجيبه هنا يقعد يعض برضه نفس القصه. وبالذات لو هي غشيمه شويه، اللي هي من النوع اللي هي بترضع وتشد العيل كده من غير ما تعمل له انسرشن للليتل فينجر، ده مهم جدا. يعني هي بتبقى قاعده معاها وايبس كده كل شويه، تمسح صباعها كويس وتحط صباعها في بقه الاول وتشيل النبل، هو هيروح قطع صباعها، مش مشكله الصباع عندك كتير، انما الثانيه دي هتبهدل الدنيا. خلاص. طبعا اسباب الديلي دنتيشن هي اللي قلنا عليها، الريكتس طبعا، نقص الجروث هرمون ونقص الثايرويد هرمون، الداون سندروم. عارفين ايه الاكتوديرمال ديسبليزي دي؟ حد يسمع عنها؟ دي الناس اللي ما بتعرفش، ما عندهمش سويت جلاند، ده مرض كونجنت، ما بيستننوش وما بيعرقوش، عندهم مشاكل في الجلد. دي حاجه كونجنت، مرض كبير تبع السكين ديس اوردر. الفيتال ساينز دي انا ليا تحفظ عليها طبعا، بس ما اقدرش افتح بوقي إيه؟ هي مش صح، هي دي المكتوب في كتاب الاسم وانا ناقلها زيه عشان ما نقعدش نخبط في بعض. هي مش صح خالص خالص، مفيش ارقام من دي في اي حته، بس هو خلاص هي نزلت حتى الطبعه دي قديمه، الارقام دي قديمه جدا، لما نزلوا الطبعه دي ما اتعدلتش. هما مكتوب كل البلاد بريشر من 80 60 بالكامل من نيوبورن والست شهور والسنه والاربع سنين. طبعا انت مش هتحفظ الكلام ده استحالك، انت هتحفظ بتوع نيونات نيوبورن لان هما دول اللي جيب النيوبورن فايتال ساين. حد عارف الهارت ريت في النيوبورن كام؟ مفيش رقم. النيوبورن مالوش رقم ليه؟ النيوبورن هو نايم الهارت ريت بتاعه 90 وهو بيعيط 180 180 180 ده عندنا هنا في المستشفى بنعتبره اريزمي. خلاص هو 180 عنده عادي، اول ما يعيط 180 متوسط، من 120 لحد 160 ده المتوسط، عشان كده مفيش ارقام ثابته كده. هما كاتبين عندك رقم واحد هو 130 خلاص امين. كاتبين الريسبيراتور ريت 55 برضه هو 55 ده افريج. احنا عاوزين ليه؟ عشان تعرفوا ان اي كيس هتجي لكم، انتوا عندكم شابتر نيوناتولوجي مليان كيس، ليست كيسز رهيب. اي درس في النيوناتولوجي هيجي لكم فيه كيسز، وعدد الريسبيراتوري ريت في السن بتاع الطفل اللي اقل من شهر اكتر من 60 ده ريسبيراتوري ديستريس. يعني احنا بنحكم على العيل ان عنده ريسبيراتوري ديستريس ولا لا من الريسبيراتوري ريت، لو زاد عن 60 في اول شهر، 50 في اول سنه، 40 بعد كده. انا هتاخدوه في حاجه اسمها استغفر الله العظيم يا رب اي ام سي ار، اللي هو حاجه كده فضائيه هلاميه خزعبليه ملهاش اي 30 لازمه في اي لازمه، وبقى لنا سنين بندرسها هنا. انا درستها في هذا المكان 2004 في هذا المكان بنفس الاوضه دي والاوضه اللي بره الصغيره اللي بقت عياده دلوقتي دي، للاسف حاجه ملهاش اي لازمه وثبتت فشلها على مدى سنين. وسام دي هايدريشن واي حاجه بتشتغل كده خالص خالص. طب ليه؟ بيقول لك اصل في ناس هتروح في الادغال هيشتغلوا في ممر البحار، وفي جبل كده ضخم كده ورا في كهف كان عايش فيه اثنين من زمان، فهو يروح يخدمهم هناك، فهياخد معاه الورقه دي ويبص للراجل كده انت عندك صم ديهايدريشن. بس مش معقول يا جماعه، والله العظيم حرام حرام بجد، اللي بس مش معقول ده انت لو لاقي عبد زين يعني مش تعمل فيه كده. طب ما تدور الدنيا شويه، ده في حاجات الطالب طالع فيها ابيض، طب ما نظبطها احسن. ومهم والله عن الكلام ده، او هنقعد اقول لك في هذا الاي ام سي اي كده ان لو الولد عنده كذا يبقى كذا. متوسط البلاد بريشر 80 60 او 70 50 مش هنختلف كتير، بس 80 60 كتير على النيونات بصراحه، كتير عليه ضغط كبير. متوسط بيبقى 70 45 او 50، هو ده بس اللي انا عاوزك تحفظه اللي هو بتاع النيونات 55 130 و 80 60 زي ما عجبك او 70 50 عشان برضو نبقى خالصين من الكلام ده. ده الجدول ده بينزل لك منه ثلاث حاجات في الفيديو، عشان الناس اللي بتسالني على الفيديوهات انا هشغلها دلوقتي بس هديك الفكره. بصوا كده ماسكه العيل الاولانيه دي، طبعا جروس موتور وفيجن وهيرنج وسبيتش دي الاسبكت اللي العيل بينمو فيها ماشي ما عندناش مشاكل. لو انت جربت تدي العيل صغير حاجه يلعب بيها هيمسكها ازاي؟ هو صغير كده خمس شهور ست شهور سبع شهور ما عندوش زينا كده ما يقدرش يفك، يعني انا ممكن انزل كده اروح واخد القلم بتاع روبي كده بصباعي وطالع. المسكه دي اسمها بينسر، دي ادفانسد شويه حاجه ماتيور، دي بيبدا العيل يعملها من 9 شهور ل 10 شهور. انما المسكه بتاعت العيال كلنا عارفينها اللي هو ايه؟ هو على بعضه كده بيقعد يخاف طبعا مش يمسك قوي يعني تلاقيها عماله تجري من ايده، دي اسمها بالمر جراس. البالمر جراس دي الست شهور، سيتنج ست شهور، بالمر جراس ست شهور، سنترال سايز اوف كام؟
ست شهور، مصدر ريكوجنيشن ست شهور. هنجمع دلوقتي حاجات تقول لك عن ست شهور بيحصل ايه؟ بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. بيمسك ماسكه اسمها بالمر وبيطلع سنه اسمها سنترال وبيقعد سيتنج ست شهور وبيعرف منطقه عند ست شهور. دي مثلا واحده. البنسر جراف دي ادفانسد شويه، دي من 9 ل 10. اللي هو يقدر يمسك حاجه زي قلم او حاجه كونسايت صغيره ويبيك، طبعا العيل الصغير بيبيك بايده ويحطه في بقه. الكير اي حاجه تتخيلها حتى لو صرصار واعجب، مش بهزر والله، احنا المستشفى دي علمتنا الفضيله. تلاقي رجلين الصرصار طالعه من بقه كده، هو تحت السرير، حاجه منتهى الحلاوه، خلاص؟ لا 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 الكلام ما ينفعش، ادخل المستشفى وانت تطلع جميل. تبتسم كده والايه والدنيا كلها بايظه حواليك وانت اخر حلاوه، ما بيأثرش فيك الكلام ده. هم شهرين اثنين مفيش غير، هتتحول لكائن تاني خالص خالص، عمرك ما كنت تتخيل ان انت هذا الكائن، في الاكل والشرب والمعامله وكل حاجه، ما تقلقش. وبصراحه كده احسن عشان ما نقعدش نزعل كتير. طب بيترانسفير الاوبجكت من ايد لايد ازاي؟ هو انت عارف يعني ايه طفل يترانسفير اوبجكت من ايد دي يوديها لايد الثانيه؟ يوصل لك معناها يعني ايه معنى الحاجه دي؟ ده حلو جدا، ده بيعرف يعمل كوردينيشن، يعني ده بيشاور على السيربيلم ومنطقه البرين اللي بدا يكوردينيت ازاي احرك حاجه من حاجه لحاجه واوبتم من الايد دي للايد الثانيه. يعني كده الاثنين سيربرال هيمسفير بقوا مالهم؟ بقوا كونكتد مع بعض، ودي مهمه جدا للعلامه دي. يقول لك هو جايب لنا ليه بينقل حاجه من ايد لايد؟ هم سته سبعه اللي بعدهم تسعه او 10، دول اسمهم فاين موتور. دي مش جروس موتور، دي حركات ادفانسد شويه، دي بتاعت البرين. اللي بعده اللي يقعد ويمشي ويحبي ده جروس موتور، ده حاجه سكيلتون، عظم بيجري وعضلات. لا هو بيشدها كده، يجيب دي هنا ويجيب دي هنا، بالذات لو حاجه فيها الوان. الاطفال الصغيره عاوزه تنمي مهاراتهم بسرعه بسرعه بسرعه، العبها على الكالرز. عندهم اتراكشن رهيب للكالرز. تلاقيه بينتراكت معاك، ممكن تجيب له حاجه دمها تقيل كده وشكلها وحش قوي. اي كتاب من بتاع كل من قراش ولا من بصر فيه اكيد طبعا مش هيعمل اي حاجه خالص، هتلاقيه جاله هايبوثايرويدزم كده ما بتجيبش. طبعا الكب الكوبايه والمعلقه دول المفروض من 12 لحد 15 برضه، بقى يعني اديهم بصايه. كل الجدول ده ينزل لك فيديوز، كل الفيديوز اللي عرضها من الجدولين دول جداول الفيديوز، في 16 فيديو من الجداول دي. انت بتقعد في الامتحان بيطفي الصوت وشغل لك الفيديو ليه؟ عشان انتوا بتقعدوا تضحكوا. بصراحة ليكوا حق، هو ده عمال يصوت والتاني عمال يعيط وده مش عارف ايه وانتوا قاعدين، فبيقول لك اقفل الصوت. لو شغل الصوت يبقى في فيديو اتعرف خلاص، ما دام الصوت بتاع الفيديو اشتغل انت عرفت الفيديو. هما في ثلاث فيديوهات بيشغل فيهم الصوت. بص كده، اول حاجه اسمها جروس موتور، العيله هتتحرك. الحاجات الكبيره بس عشان ايه نخلص، احنا بنقول متوسط متوسط، مش هقول لك امسك في الرقم واقلب الدنيا. وده برضه مشكله، الفيديو اللي نازل ده فيديو اسم، ده الاسم محطوط عليه الايدج بتاعه، يعني العين ده كذا، العين ده كذا، السكيل دي كذا، هو مطبوع برقم. الارقام اللي مكتوبه في الفيديوز هي دي. حصل تعديل بسيط كده في السيتنج، هو السيتنج الون ان العين دي واد لوحده ست شهور، ده اللي على الفيديو. في الكتاب دلوقتي نازل السيتنج والسبورت عند ست شهور. وعند 7 8 اللي هو السيتنج قالوا مش قصه خالص، لحد ما نشوف دكتور ايمن هيرد على دي ازاي، لان في فرق في الفيديو هيتكتب. هو ده اللي موجود في الفيديو وانا نقله على كده. نبدا عند شهر بيحرك راسه، بيجيبها من ناحيه لناحيه. بيحرك راسه ليه؟ لانه بدا يشوف. العيل الصغير بيشوف قرب الشهر الاولاني، مش في اول اسبوع او اثنين. في اول اسبوع او اثنين ما بيشوفش كويس. ليه؟ عشان العدسه بتاعت العين لسه ستيف، ما بتعملش اكوموديشن، ما بيقدرش يشوف كويس وما بيدمعش. فلما تلاقي عيل صغير بيبص لك كتير كده بعد الولاده هو مش معجب بيك، ان في ناس عندها هوس شويه، يشوف حبني من اول ما نظر، ده مش قادر يستغنى عني، ده ما شالش عينه من عليك فعلا. انت سيد، انا مصدقك. خلاص؟ زي برضه ما تدخل على الولد الصغير وتلاقيه عمال الاب مثلا لسه جاي من السفر ولا حاجه، حد شاف لقيته اصلا قبل كده ولسه جاي، انا جيت اهو يا جماعه. فالولد الصغير كان جاي وهو السن بتاعه مثلا 8 شهور. 8 شهور ده العيال بتعمل حاجه اسمها بابلنج. بابلنج بيقول باب 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 او ده 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 بس نادر بيقول مام 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 مام. معلش مش مشكله تعديه، يعني ما تبقوش تاخدوا على نفسيتكم، او ولا بيقول بابا ولا بيقول ده ولا في دماغه الكلام ده خالص. هو بيعمل حاجه اسمها بابلنج، ده بدايه الفوكاليزيشن، هو عاوز يعمل فونيشن، فبيقفل شفايفه بس على الكلام وهو طالع، لا باب 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 كده، ما بيقولش حاجه، مش معناها حاجه، دي بدايه الكلام.
ده فيديو بينزل لك وهو بيعمل باب 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 اسمه بابلينج، وفيديو هينزل لك وهو بيصلب راسه. طبعا صلب راس العيل دي مهمه جدا. ليه؟ مش عشان ما يتطوحش لورا زي ما احنا بنقول، عشان هياكل. العيل ما يعرفش ابدا ياكل وراسه بتروح وتيجي كده بالطريقه دي، لازم ده يبقى ستيبل عشان الاكل لما يدخل انت كده عمال تهز راسه فممكن تدخل في الفتحه دي او دي. انما لما تبقى ستيبل استعداد للاكل، دي بدايه الاستعداد. عشان كده الجايد لاينز قالت لك من 4 شهور على طول بعد الهيد سبورت تقدر تدخل اكل. فالهيد سبورت في منه جزئي اللي هو 45 سنتي يا دوب يعرف يسلب راسه حاجه بسيطه، وفي منه اللي هو بيعدلها خالص اللي هو تشيله وتلاقيه عدل راسه ما تروحش ولا تيجي. الراس عندي 3 شهور. طبعا 4 شهور بوش وسيت. سيتنج طبعا 6 شهور بس بتقول عليها سيتنج وسط بورد او فول سيت اللي هو من غير سبورت خالص، من 6 ل 8 مثلا. 8 شهور بيجي لك فيديو حاجه اسمها رولينج اوفر. ايه الرولينج اوفر ده؟ اللي هو العيل بيتقلب. بيبقى قاعد كده يروح مقلوب على الناحيه الثانيه. اسمها رولينج اوفر. يجي لك فيديو هو نايم كده وبعدين يتقلب، يتقلب من البرون للصباي. الكرولينج هيجي لك فيديو برضه كرولينج، كرولينج اللي هو الزحف، بيزحف. طبعا نص الاطفال مش بتزحف، كرولينج حاجه فاريبل. يعني لازم الاطفال كلها تقعد، لازم الاطفال كلها تقف، لازم الاطفال كلها تمشي، بس مش لازم خالص انه يحب. في ناس كتير مش بتحكي وهو صغير، نص الناس تقريبا. كرولينج اللي هو الحبي ده 9 شهور. بيقف ستاندنج عند 10 شهور، بس يبقى واقف ساند على فرنتشر، على سرير، كرسي، ترابيزه، لازم يسند. فبيبقى عامل هولدنج الحاجه. و12 شهر بيبدا يتحرك من مكان، بيمشي. بس بيمشي برضه غالبا وهو يعني بيتهز يمين وشمال كده، بيسموا المشيه بتاعت السنه الاولى دي اللي هي اسمها برود جيت، اللي هو تحس ان هو عامل ايديه كده وخايف وبيعمل كده، بيتحسس الخطى يعني عارف ان هو هيقع. يبقى ستيبل من 15 بقى يبدا يمشي لوحده اللي هو ووك الون. طبعا بيمشي بجسمه محدوف لقدام قوي، حتى تلاقيه دايس على التبس بتاع صباعه الكبير قوي. ليه؟ عشان الطول فوق اكتر من ده. الجسم طول فوق بتاعه كتير حادف لقدام، فتلاقي الولد دايس بصوابعه قوي في الارض. وفي اي فرصه حتى لو حد لمسه بيروح ايه؟ نازل على. طبعا الوقوع في الفتره دي كريتيكال لان السنه اللي قدام غالبا بتهت اي حاجه، فتلاقي دايما التروما في اللبس كتير جدا جدا، انترنال وماسد بليدنج، ساعات بس الفايف ركش، خبطاتهم صعبه. سنه ونص سلالم، وسنتين سلالم. افتكر بيعشقوا السلالم عندنا في المستشفى. سنه ونص، سنتين، ثلاثه، اربعه. بص كده بسرعه، سنه ونص بيطلع السلالم وسنتين بينزل السلالم. طبعا قبل كده كانوا بيبصوا لي بصه غريبه كده اللي هو ايه بيقعد يعني يعمل ايه سنه ونص سنتين فوق؟ هو مش بيقعد فوق، هو طالع السلم. النظره بتقول حاجات صعبه شويه اللي هو سنه ونص انت طالع السلم انت مش شايف ايه اللي وراك، عادي اطلع. بس بعد ما تلف زي كلكم كده لما تقف على حته عاليه وتبص تقول ايه؟ والله ما انا نازل لو ايه؟ انا مش معاك، غمض عينيك. هو نفس القصه، هو بيطلع السلم بتشايلد مانر اللي هو بيعمل ازاي؟ بيطلع بالركبه كده. مش بيطلع الترناتيف، مش بيدوس زينا كده ويمشي. لا بيرفع ركبته على السلم وهيروح تاني جسمه كده بطريقه معينه، خلاص؟ او بالعكس. بينزل النزله الشهيره بتاعتهم دي. عند سنتين بينزل السلالم، يقدر ياخد خطوه انه ينزل. طبعا الامهات كلها بتيجي المستشفى عند فتره السلالم دي، من سنه ونص لسنتين على الاقل لها زيارتين ثلاثه في السنه. تيجي ليه؟ خبطات. اللي بتسيبه يلعب في البيت، تقول لك البيت بتاعه مثلا دورين ثلاثه كده مع بعض تحطه فوق، وهي ساكنه في الدور اللي فوق وحماتها تحت ومش عارف مين، فهو بيروح لحماتها اللي هي جدته يعني يزور. هو بينزل من فوق يتدقلب ويجي، تلاقي كفايه هيماتومه هنا وروزز هنا ودنه والثانيه ضربت عادي، تلاقي الام جايبه لك وشايلاه كده بالطريقه الفظيعه بتاعت الامهات اللي هنا اليوم. والله لو لاقينه في الشارع ما يعملوا فيه كده والله. والكوره عند سنتين دي الكوره بيبدا يخبط فيها وبيشوط فيها، دي بيحبوها قوي هي والعجله. تراي سايكل، تراي سايكل دي اللي هي العجله اللي هي لها ثلاثه اللي هي بتاعت المصيف دي، بيركبها طبعا عند 3 سنين. وممكن عند 3 سنين يطلع السلم بطريقه اسمها تشايلد ادلت مانر بقى مش تشايلد، اللي هو بيبدا يعمل الترنيشن، يعني دول بتوع الاطفال سن الاطفال. سنه اللي هي سنه ونص لسنتين. 3 سنين بيطلع بطريقه الادلت اللي هو الترناتيف ستيبس، اللي هو بيحط رجله ويخرج عادي خالص مفيش مشكله معاه. بس هنقول الحته دي وبعدين نوقف شويه. المنتال عاوز منها ايه برضو؟ عاوز منها بصراحه في المنتال اعلمك حاجه سهله قوي عشان هما بيرخموا عليك. هما بيحبوا النظر ريكوجنيشن جدا.
هنوقف حالا دلوقتي اهو. مثلا الكوجنيشن اللي هو بيعرف نمبر ولا ارقام حاجات عبيطه يعني مفيش من تلف. مثلا الكوجنيشن ده 6 شهور والتسع شهور تلاقيه ما عادش عاوز حد تاني. هو بدا ينادي على مامته عند التسع شهور اللي هي بينادي على الام ماما او بابا بصوت ده بمعنى كلمه ماما او بابا. قبلها اللي هو الثمانيه ده كان حاجه اسمها بابلين. اللي انا عاوز اقوله لك بقى ان فتره التسع شهور دي ما دام عرف مامته بقى بيخاف من اي حد تاني. دي علامه مشهوره جدا جدا اللي هو اي حد غريب يقعد يعيط بيربط الناس باللون لابس لون معين بيخاف جدا من لون اسود من لون ابيض من لون ازرق. هو بيحدد لنفسه مصدر الخطوره ايه. تلاقي اي حد غير مامته او باباه بدا يعيط حاجه اسمها سترينجر انزايتي. عند سنه بيبقى سوشيبل شويه بيبدا بقى يويف ودي مهمه جدا للعيل الصغير انه يفهم ان انت هتعمل له سيبريشن هتفصله عن حد فبيويف باي باي. هيجي لك فيديو بتاع الويف باي باي والفيديو بتاع ماما وبابا ده اللي هو ماما او دادا بيتكلم فيه. ست شهور طبعا ده مهم في الشيت بيعرف مامته ولا لا بيعرف مامته يعني ايه يعني بيسكت معاها اللي هو لما هي تشيله طبعا في سكين كونتاكت في سميل في كذا حاجه بيعرفها منها وخلاص. انما غير كده لا حد بيقعد يعيط ايه ده في عيال لاجئه كتير جدا ما عندهاش مشاكل خالص اي حد يشيله مفيش اي مشكله. انت هتكتشف ان كل ده في الاخر هو اللي قاعد معاه على طول. وتفر بقى هو مين هو عينه رايحه جايه على الناس بقى متعود عليه واول ما بيشوف حد غيرهم في عيال بتبقى عندها اكزاجيريشن قوي وفي عيال ثانيه عادي جدا جدا اللي هو روح يا حبيبي الكذا بيروح على طول. انا كنت بروح طيب في ناس طيبه كده ليه عادي ما بتعملش الدنيا عادي يا جماعه كلنا زي بعض في الاخر. اكبر الموضوع ليه؟ افرض مامتك دي راحت الشغل او سافرت الخليج هتعمل ايه دلوقتي؟ اي حد اي ناس ثانيه هي روح خلاص دي تقوم الموضوع نخلص عشان ما نقعدش ايه نزعل في بعض كتير. في ناس بتصدقوا بقى دي اخر حته بس هقولها بعدين اقفل شويه اللي هو بيقول لك قول لي كده اول خمس شهور او ست شهور تطور المنتاليتي في الطفل بالترتيب. بص هو بيبدا الاول بعينه دي يقوله اوبجكت كده تنور تحرك حاجه قدامه يلفها وبعدين بص بص اثنين يروح نازل على بقه عامل حاجه اسمها سوشيال سمايل. سمايل يعني يبتسم بس من غير صوت وبعدين يروح رايح على ودنه. بص هو دول سبيشال سنس ده تطور السبيشال سنس عينه وبعدين بقه سمايل وبعدين ودنه يبدا يلسن للاصوات. اي صوت غريب موسيقى اشتغلت قران اشتغل اي حاجه غريبه صوتها بتاعي تلاقيه اتراكتد ليها قوي وعمال يلف ويحرك جسمه معاها مستمتع بالصوت ده. وبعدين اربعه يروح راجع هنا تاني بس لما بيرجع هنا تاني بسمايل ما بتبقاش ساكته وتبقى صوت لا اسمها لاف لافين اللي هو يضحك بصوت انما سمايل يبتسم بس. لكن الاول بيحرك وشه كده بيبتسم دلوقتي لا بقت الضحكه الشهيره بتاعتهم اللي معروفه ان هي الناس كلها بتتكلم اللي هو يقول لك الطفل الصغير عنده ضحكه بالاربعه هو بيترن الهيد طبعا هي ثلاثه يترن الهيد للفويس واربعه يبدا يعمل حاجه اسمها لافين اللي هو بيضحك. وبعد كده احنا قلنا السته خلاص اللي احنا عاوزينها والاخيره دي برضو بصوا عليها اللي هي درو امان تيست دي ست سنين بيرسم انسان راس وايدين ورجلين. مهم قوي الرسم في الاطفال وحركه الاقلام لان دي كلها بتقول لك ان انت ما عندكش منتال ريتارديشن. لان خدوا بالكم ليه درو امان تيست في سن المدرسه ده بيكشف المايلد ديجري اوف منتال ريتارديشن. في ناس ما بتبانش ان عندهم منتال ريتارديشن غير في السن ده فما يقدرش ان هو يعمل رسمه كامله زي دي. هوقف شويه كده لو انتوا عاوزين ولا نكمل دور المره الجايه عشان في كارديو اللي انتوا عاوزين مش مشكله ليه؟ عشان تقدروا تستحملوا ماشي. طيب احنا كده عند الجروس شارت بكره ان شاء الله هنكمل منه مش هياخد وقت كتير الجزء اللي فاضل لانه شويه فيه فهم شويه غير اللي عدى كله ارقام. هدي الجزء ده وهدي معاه الموضوعين ثلاثه اللي هم بتوع الروماتولوجي اللي كانوا ناقصين اللي هم الاف ام اف فاميليال ميديترانيان فيفر والساركويدوز. خلاص اجيب لكم الورقتين دي. انا كده هديكم بقى بريك كده 10 دقايق ربع ساعه اللي عاوز فيكم يشم نفسه وبعدين اكمل كارديو. طب دكتور البيبيز اللي هما بيضحكوا اقل اللي هو بيبقى لسه موجود وبيضحك ده لاقي ده بيبتسم عادي وانت ايه؟ هديهم كونجنتال هارت بقى الفالوت والتي جي اي والبي اس دي والهارت فيلم. هدي الكونجنتال هارت هو هياخد مرتين مره كونجنتال ومره اكواير اللي هي الروماتيك فيفر والانفكتيف اندو كاربايتس. هدي كونجنتال وبعدين ارسمه بس الاول Thank you.
مش راضيه تشتغل خالص. ولا بكره ان شاء الله هحاول اتشيك في ايه مشكلتها، لان تقريبا الميديا حاولت اعملها كذا مره مش راضيه. فبكره انا بكلمها بقى اعملها. هو الفيديو تقريبا هياخد وقت قد ايه؟ اشتغلت الساعة 9:30 ونص. بعدين عشان عارف نبتدي عليها ازاي. يلا الدنيا ده عاوزين نخرج معايا.